أهلا بكم. السمنة مرض قاتل، السمنة ليس مرض واحد، السمنة مجموعة من الأمراض. إذا لم يظهر عندك المجموعة فده مش معناه أنها مش هتظهر. يعني دايما وفي مرضى السمنة المثقفين بيقولوا جملة لطيفة أوي بحب أسمعها منهم، يقول لك أنا لغاية دلوقتي ما بعانيش إلا من السمنة بس. صح؟ لغاية دلوقتي، لكن ممكن فجأة تلاقي اتنين تلاتة بدأوا يظهروا، تلاقي السكر بدأ يظهر، الضغط بدأ يعلى، تلاقي المفاصل بدأت تتأثر، تلاقي الانزلاق بدأ يبان، تلاقي مشاكل في المعدة، تلاقي بقى بدأ الكبد يوجعك، دهون، تلاقي الكلى وظائفها بدأت تتأثر. دي كلها نقول عليها مصاحبات لمرضى السمنة. فخلي بالكم إنه عدم وجود الشلة مع بعضها اللي هي السمنة ومضاعفاتها والأمراض المصاحبة معاها، ده مش معناها إن أنت يعني بالبلدي كده أنت مش هتفضل محظوظ على طول، أنت محظوظ كده، إن أنت عندك سمنة ومعهاش حاجة. لكن ما تتوقعش إن أنت تفضل محظوظ على طول. ممكن جدا حظك ده يسوء بعد شوية. طب تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية، ضيفي العزيز الحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس ار سي. ده انا عايز افهم الاس ار سي. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ يعني منورنا في الدكتور. عايز ابدا بحته مهمه قوي، المشاكل الصحيه اللي انت شايفها برضو 2021، او تحكي لي كده بدات تلاحظ ايه الاختلافات، ولا هو الامور ثابته، الكومبو ثابت، ضغط وسكر وانزلاقات غضروفيه ومشاكل تنفسيه؟ في البدايه تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقه طبعا الاس ار سي صحيح، الاس ار سي دي منظمه امريكيه للجوده، يعني هي يعني نظام جوده بتحط النظام بتاعها في اي مكان في العالم يعني. فهي شهاده جوده زي كل شهادات الجوده العالميه، بس دي حاجه يعني اعلى حاجه في جراحات السمنه، يعني بتراجع البروتوكولات، بتراجع التيم اللي شغال، بتراجع طريقه العمل عموما في المراكز، وهل انت ماشي على القواعد الطبيه الموصوفه الدوليه ولا لا. دي ولا تقييم دولي كل 3 سنين، وانصح بها لكل التخصصات، مش لازم يعني تخصص السمنه المفرطه. هي طبعا متعبه شويه في ان انت تاخد الحاجات دي، ومحتاجه تقييم على سنوات بحيث ان انت تقدر، ويمكن لها اثر يعني في ان الناس طالما انت اس ار سي اكريديتد، انت على المستوى الدولي الاعلى في جراحات السمنه. السؤال الثاني اللي هو الاختلاف في اللي حاصل الايام دي في السمنه المفرطه، هو بس الاويرنس زاد، معرفه الناس بقى بخطوره السمنه زاد. معدلاتنا في مصر في اجراءات جراحات السمنه هو معدل عالي جدا بالنسبه للعالم. عايز اقول كمان انه مصر في مركز متقدم قوي في السمنه، في السمنه في عدد العمليات فعلا. دي لا حاجه، لا هي نفسها في مرضى السمنه نفسها. ومرضى السمنه ما بين سن 20 ل 40 سنه هم احنا من اعلى، يمكن من اول الدول في اصابه بالسمنه المفرطه. تقريبا احنا رقم واحد، احنا رقم واحد من 20 ل 40 سنه. احنا بننافس، يعني في 3 دول بتنافسوا على المراكز. احنا اعلى حاجه في، احنا وامريكا وقطر بتقريبا. امريكا عندهم سن الاطفال عموما الاعلى، لكن طبعا احنا السمنه المفرطه عندنا من 20 ل 40 سنه، وده سن العمل. انا شايف ان ده في منتهى الخطوره ومحتاج، لكن اللي حاصل في السنوات الاخيره انه يعني لو قارنت النهارده ب 7-8 سنين زمان، لا النهارده الناس عندها اورنس عالي، الناس بتعمل عمليه السمنه بصوره يعني اكتر، عدد اكبر. السن اللي بيعمل عمليات السمنه ربما يكون في سن الاطفال اللي هم بعد 11 سنه، دي ما كنتش بتشوفها زمان. الناس المصابه بالسكر بتعمل عمليات السمنه للسكر بس كعلاج، كعمليه تحويل مسار. انا عندي السكر رايح اعمل عمليه ميتابوليك سيرجري، دي الكلام ده ما كانش موجود برضو من سنوات. الاويرنس زاد، الناس ابتدت تستفيد من اجراء عمليات السمنه بصوره اكتر يعني. الوعي زاد طبعا يعني، في زود ده ان الناس تتخلص من الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، ويمكن ده يعني امباكت، ليه امباكت على نتائج الانجاب في الفئه اللي هي المصابه بالسمنه، ادى الى برضو علاج بعض الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي الديسك او الغضروف، المفاصل الصناعيه. يعني برضو لاحظت انه التخصصات المختلفه دلوقتي يقول انا جاي من عند دكتور النساء عشان انزل الوزن عشان الانجاب، اللي جاي اللي هو مش هيقدر يركب مفصل اصلا
صناعي على الوزن الكبير، بيرجع وزنه للطبيعي عشان يقدر يستفيد اصلا من المفصل. والله يعني يمكن انا عملت في خلال الشهرين اللي فاتوا دول اتنين فشل كلوي مزمن على دياليسز، على غسيل، بيجهزوا نفسهم للرينال ترانسبلانت ومش قادرين ان هم يزرعوا على الاوزان الضخمه، زرع كلى، وابتدينا نعملهم عشان ننزلوا وزنهم. انا قصدي يعني دلوقتي التخصصات المختلفه من عظام، من اعصاب، دكاتره اعصاب او دكاتره حتى جراحه اعصاب، لانه مش هيقدر يشتغل على ديسك في حيان وزنه 200 كيلو ولا 150 كيلو ولا، انا قصدي والركب اللي تعبانه الدكاتره بيرجعوهم عشان يقدروا يركب مفصل صناعي. فطبعا الاويرنس حتى زايد عند التخصصات المختلفه، وبحس ان احنا بنشتغل في يعني تيم وركينج بصوره متكامله يعني اكتر من زمان. كان في ريزيستنس زمان عند دكاتره البطنه اللي هو ما عملت سمنه ايه وبتاع اللي انت هتعملها عشان تنزل، ما كانش لسه في اورنس. لكن دلوقتي طبيعي جدا، روح والله عملت كتير جدا دكاتره بطنه هم اصلا بيشتغلوا في هو استشاري بطنه، كذا حد عاملهم، هو عامل العمليه نفسه لانه هو فاهم الوضع اخباره ايه. ولما تيجي دكتور اخوه رايح يعمل عمليه يقول له اعمل له تحويل مسار عشان سكر، انا بقيت اتبسط. كان زمان في ريزيستنس للقصه دي، اقول له انت عامل ايه، عمليه ايه، احنا كنا معلومه ما كانتش موجوده. في وقت من الاوقات احنا كنا بنفاجئ يعني انا فاكر اول حاله كنت مثلا بتاخد دواء ضغط، كانت بعد جراحه السمنه موقفه دواء ضغط، دي كانت مفاجاه. مفاجاه. والسكر السكر نفس الكلام. في طيب انا قدام سيتويشن المريض التوأم المشهور او المزدوج الشرير او الكلاسيك اديشن المشهوره قوي اللي هي سكر وسمنه او سمنه وسكر، حتى دايابيستي ده اسم بقى مشهور. طبعا ترمينولوجي مشهور. دايابيستي يعني سمنه وسكر مزدوج. محظوظ انه طبعا ده محظوظ انه عنده اصلا سمنه مفرطه. انت احيانا بيكون عندك يعني انت لو لا يعني دايما والله الشباب اللي هو الصغير اللي عنده سكر نوع اول وما عندوش ولا كيلو زياده ده هتعمل له ايه؟ ما بقولوش حل يعني مش قادر تعمل له حاجه للاسف. وانا دايما مريض السكر اللي هو جاي وعنده شويه وزن زايدين ده يحمد ربنا انه اصلا عنده شويه وزن زايدين وبتنزل وزنك وتحس ان اللي انت عالجت استفدت من العمليه كانقاص وزن وخلصت من مرض عنيف قد يؤدي بالشبكيه بتاعتك للهلاك يعني، والكلى بتاعتك للفشل، والاعصاب بتبقى مهزوزه. وطبعا السم يعني انا دايما لفظ يعني مش عارف يعني يمكن مزعج شويه ان امراض السكر وخصوصا في عدم انتظام الادويه هي حتميه الحدوث المضاعفات، وقد تؤذي الاطراف وقد تؤذي حياتك العمليه اصلا، لانه السكر ما بهزرش يعني. هو طبعا وخصوصا انه كتر التعرض على المدى البعيد للسكر في نفس الشخص اللي بيتعرض له 20 30 سنه ده انت يعني. فطبعا انا بحس يعني ان العيان اللي هو مريض السكر هو مريض محظوظ اذا كان عنده سمنه مفرطه، بيعمل عمليه تحويل مسار فعلا بتعمل كل ما يتمناه دكتور البطنه من المريض. انت عايز ايه من المريض السكر يعني؟ عايز يقلل كميه الاكل، هنقلل لك كميه الاكل. العمليه حجمها اصلا احنا المعده اللي بتاكل فيها معده صغيره. عايز تقلل امتصاص السكريات، ما تاكلش سكريات، احنا هنقلل لك امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل ل 70%، بنعزل الجزء ده. انت عايز من المريض ايه تاني؟ عايز مريض من ياخد يعني ادويه غير الانسولين، عايز تدي جي ال بي 1، عايز تدي فيكتوزا، وعايز تدي حاجات ادويه. احنا الجي ال بي 1 اصلا بيطلع من خلال الاستل في نهايه الامعاء، بينشط البنكرياس بصوره عنيفه جدا وبيخلي الوضع يعني اقرب للطبيعي. انت عايز من مريض السكر ايه يعني؟ عايز تقلل وزنه عشان تقلل مناعه الانسولين، عشان الانسولين يدخل السكر الخلايا والدنيا تمشي. هو فعلا السكر الوزن بينزل عموما، ما فيش عمليه سمنه ما بتنزلش. يعني اقصد ان عمليه تحويل المسار لمرض السكر هي عمليه علاجيه من اقوى العمليات. قول لي ايه البديل تاني؟ ما فيش. هو عمليه تحويل المسار بس طبعا بتعمل كجزء من الميتابوليك سيرجري او جزء من جراحات السكر. بس كل جراحات السمنه دلوقتي جراحات السمنه والسكر، الفيدراليه الدوليه لجراحه السمنه والسكر، اسم جراحه السمنه والسكر، استاذ جراحه السمنه والسكر. انا قصدي يعني هي بقت هي حاجه من الحاجات الموصوفه يعني، هي دي جراحه معروفه دوليا ومعروفه محليا ومعروفه في كل الجامعات ومعروفه في كل التخصصات، كل الناس عارفه ان في حاجه اسمها الميتابوليك سيرجي معروف. بس طبعا وهذا ان احنا
نستخدمها استخدام الصحيح المظبوط. ومش لازم بس نستخدمها للناس المصابه بالسمنه المفرطه المرضيه، انت يعني ممكن يكون عندك بدل ما سنك 32 او يعني 15 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي وما عندكش الا مشكله السكر، اعملها وسع المعده شويه، قلل من سوء الامتصاص، مش لازم توصل يعني لدرجات من السمنه المفرطه اللي مش بتبقى بقى سمنه وسكر بس، لا ده بقى سمنه وسكر وضغط وكوليسترول ودهون ومشاكل كتير. هو في حاجه في السكر كمان مخيفه جدا اسمها الريفراكتوري دايبيتس، السكر الرافض للعلاج. ده وارد جدا مع السمنه. طبعا. وارد جدا مع السمنه، الريفراكتوري دايبيتس ده شيء مزعج السكر طبعا. وحتى النوع الاول بيستفيد لو هيعمل عنده سمنه هيستفيد انه هيقلل جرعات الانسولين. كان عندي على فكره عيانه قريب جدا الاسبوع ده والله، هي سنها كله بقى لها سكر مصاب بقى لها 17 سنه وسنها كله 35 سنه. سكر نوع اول وماشي على انسولين وديبندت وسمنه مفرطه. انت محظوظه قوي، حلو هتتحسن. طب وانا هي هتتحسن جدا. خلينا نوضح معلومه ان السكر من النوع الاول المصاب بالسمنه المفرطه دول قليلين اصلا. مش كتير، لان هو معظم الناس اصلا عندها نحافه يعني في السكر من النوع الاول. احنا دايما بنتكلم على السكر من النوع الثاني العلاج لتحول المسار. طب سكر من النوع الاول النسبه اللي عندهم سمنه مفرطه انتوا محظوظين، هتقلل جرعات الانسولين لاقل درجه من الانسولين، وقفت حتى مضاعفات السكر، ما انتش خايف اثناء الوجبات اللي انت بتاكل ومحضر السكر الانسولين سريع المفعول محضره جنبك وخايف من السكر يرفع وتختار، لا يعني هتلاقي الدنيا انتظمت بعد تحويل المسار في السكر حتى من النوع الاول. لن تتوقف على العلاج، انا يعني انا بس بفهم الناس الدنيا ان السكر النوع الاول لن تتوقف عن اخذ الانسولين، البنكرياس اصلا مش شغال، واحنا ما بنزرعش بنكرياس، احنا بنعتمد على تقليل كميه الاكل، تقليل الامتصاص، تقليل مناعه الانسولين، تنشيط البنكرياس عن طريق غير مباشر من خلال السيلو جي البيون، يعني قصدي في احنا يعني استفاده قويه اذا كان هناك وزن سائد مع السكر. هنتقل الى تكميم المعده. تكميم المعده بعد ما السكر بيتعمله طبعا. معلومه مهمه جدا يعني برضو يعني في منطقه حاجه مفيده جدا جدا للناس. سكرك من النوع الثاني بقالك 5 سنين من سبب السكر يعني مش من بعيد بتاخد علاجات انسولين بجرعات قليله او بتاخد اقراص بقالك شويه، كفاءه البنكرياس بتاعتك كويسه، ما تعمل تكميم، مش لازم تعمل تحويل مسار. هو التكميم على فكره ميتابوليك سيرجري عاديه خالص، يعني السكر الخفيف اصلا عندنا سكورز كده للحاجات، السكر اللي بقاله اكتر من 10 سنين 15 سنه غير السكر اللي بقاله 5 سنين وبياخد اقراص، السكر اللي بياخد انسولين بجرعات قليله غير اللي بياخد انسولين بجرعات عاليه، الناس اللي حصل لها مضاعفات من السكر، السن نفسه بحد ذاته، لكن عمليه اللي هي السليف او تكميم المعده من العمليات الميتابوليك اصلا، هي مدرجه من ضمن العمليات الميتابوليك سيرجري العاديه. يعني قصدي السكر الخفيف اعمله ده. طب السكر الخفيف بناء عليه يعني ما هو بناء على السن وكميات السكورينج سيستم اللي احنا او السكورينج سكيل اللي احنا بنحط العين عليه بيقول والله انت ممكن تستفيد من تكميم المعده وتعالج السكر كمان الخفيف، السكر العنيف اعمل تحويل مسار افيد. في موقف مشهور انه عيان بياخد انسولين سكره من النوع الثاني وبياخد جرعات عاليه من الانسولين ومش عايز تعمل تحويل مسار، انا ما بحبش تحويل مسار، خلاص اعمل تكميم واستفيد منها على وضعها كده، ما انتش لازم يعني تعمل تحويل مسار، يعني مش حكم ان انت تعمل تحويل مسار، طالما لم يوجد مانع لاجراء عمليه تكميم او عمليه تحويل انت يعني تقدر تعمل الحاجتين، بس تبقى عارف قد ايه هتستفيد من دي وقد ايه هتستفيد من دي، لكن مش حكم احنا نحط نعمل لك العمليه اللي تحويل مسار في كل الحالات. في يعني برضو لما الناس بدات تفهم قوي بدات تظهر تخوفات، يعني في ناس دلوقتي مثلا تقول لك لا لا تكميم لا ده بيعمل ارتجاع في المريء وانا خايف من الارتجاع وانا اساسا كل شويه اعاني من ارتجاع وبيروح ويجي الارتجاع. الفهم الزائد او الفهم عموما له ضربته اكيد طبعا، بس يعني برضه ده حاجه مهمه، عندك ارتجاع قايم نفسك بانذار غالبا هتعمل تحويل مسار معده قد يكون كلاسيكي، مش لازم تعمل عمليه تكميم، هو الاختيار الخاطئ التقنيه الخاطئه قد تؤدي الى نتائج كارثيه. يعني طبعا واحد عنده ارتجاع اصلا وعمل عمليه تكميم والارتجاع هيزيد وقد يؤدي الى زياده الارتجاع بصوره مرضيه اصلا، انا طبعا ده عندهم حق. الاكويبمنت السؤال المهم جدا، الاجهزه الاشياء المستخدمه، يعني هنا سؤال وفي باطنه سؤال اخر، السؤال الواضح انه الناس بتسال وعايزه تفهم مدى فعاليه التكنولوجيا في تحديث الامان، في اعطاء الامان للنوع ده من الجراحات.
السؤال الباطني يعني يا طبعا هي طورت جدا طبعا المنظر، كل ما بتعلى بالحاجات كل ما زيد نسبه الامان، بس الحقيقه طبعا احنا عندنا تشالنجز كتيره جدا دلوقتي، تحديات جامده جدا، انه المسلسلات الطبيه لم يعد عليها اي نوع من الرقابه، يعني انواع مختلفه بشركات مختلفه بوضع سيء جدا، محتاج مراجعه يعني من كل الجهات، ومحتاجه مراجعه ان احنا نقيم الجوده بتاعت الحاجات. هتلاقي عمليه بتتعمل برقم وعمليه ثانيه بتتعمل بنص الرقم، انت ما سالتش نفسك سؤال، هو ده كان سؤالي ازاي تعمل ده؟ يعني ازاي؟ يعني ما هو احيانا بتبقى العمليه بتمام فاتوره الدباسات، عمليه في بعض الاماكن قد لا والله ما بتكمل حتى فاتوره الدباسه، يعني احنا بتيجي تراجع في حاجات دلوقتي كوبز شركات، انا والله مش عارف صح ولا غلط، اقول ان في شركات شاينيز كتيره دخل اكتر من 6 انواع دباسات في الماركت المصري تنافس كوبي من شركات تانية مش بنعلن عنها، يعني هو في شركتين مشهورين امريكيين جونسون وكوفيديان، يعني انا طبعا هم معروفين، يعني هم مش محتاجين اعلانات، انا مش محتاجين اعلانات، انا قصدي نفس الدباسه بتاعت كوفيديان هنا هي معموله باسم تاني بس بكوبي تانية، ونفس دباسه هم بشدوا بشعرهم، يعني الشركات اللي هي الامريكيه. طب ما حاجه حلوه هي لا 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 ما بتديش أيوة نفس الكفاءه خالص، نفس الكفاءة خالص خالص، هي الاستخدام اللي هو انت عارف يعني انت بتحط العيان في ريسكي سيتويشن، يعني انت طبعا انت ازاي تجرب تكنولوجي اصلا مش ابروفد وربما يكون الكفاءه بتاعته مش موصوف، العيان ما يتجربش فيه طبعا. هو ممكن الدباسه المقلدة بس المقلدة معروفه، يعني دي الجراحين عارفينها. الدباسه الغير جيده ايه خطورتها؟ يعني ده سؤال المريض. تعمل طبعا تسريب وتعمل نزيف وتعمل فراكشر في الانسجه وتطحن النسيج، طبعا ليها مشاكل كتيره جدا، ليها مشاكل كتيره جدا. ما اعرفش في المستقبل هل الكوبيز دي هيبقى لها كومبيتيتور، يعني امباكت على السوق او الماركت الطبي او يعني يمكن التخصص الطبي في المجالات المختلفه ولا لا، ما اعرفش. لكن طبعا اللي احنا عارفينه ان احنا نشتغل على اعلى مستوى بالدباسات زي الدباسات السجنيه اللي هي الكمبيوترايزد، مش لازم كل الناس تعمل بيها على فكره انها غاليه شويه، في دباسات اهون شويه واللي هي الليجاسي العاديه، يعني مستخدمه بس تكون اف دي اي، يعني تكون طبعا يعني حاجه مع، يعني ليه بنقول اف دي اي ابروفد؟ ليه بنقول انها لازم تكون سيفتي عشان دي في جهات رقابيه عليها، ما بتطلعش الحاجه لما تكون طبقا كالبريتد بشكل جيد، مقياسة معمولة صح، متجربة صح، مفهوم انها مش هتبوظ ساعة العملية، لكن التانية دي مش ما فيش اي وحدة رقابة عليهم، فيش رقابة جودة، فيش عندهم وحدة رقابة جودة اساسا، ما فيش يعني حاجة خالص. وبعدين انت بتجاهد بقى في ان انت يعني احنا 40-50% من حالاتنا عمليات اعادة ما بعد عمليات السمنة، يعني بتعمل عملية تكميم، اعادة لعملية تكميم واعادة لعملية تحويل مسار، ويبقى العيان ما عنده مشكلة كبيرة جدا انه ما عندوش حتى القدرة المادية ان هو يعالج نفسه، لانه راح في اول مرة لمكان يعني اسعاره رخيصة، عايز يوفر، هو يمكن معذور ما اعرفش يعني، بس هو الفكرة اللي حاصل النت ريزلت ان هو بيعمل بحاجات غير قابلة للاستخدام، وبالتالي بيحصل نتائج عكسية، ويجي يصلح نفسه بيلاقي المبلغ اكتر لان مستهلكاته بتبقى مختلفة شوية، ودي من هنا بتحصل مشكلة. انت بتسعدني بحوارك الحقيقة وبتمتعني، ودايما بنفتح في كتير على فكره من الحوار ما بيكونش مرتب، يعني بيكون اسئله بتتفتح، الحوار بيجيب بلاقيني انا يعني عايش مع دكتور كريم جنب اوضه العمليات في اوضه الكشف، بتخيل المرضى بيسالوا ازاي، بيعيشوا ازاي مشاكلهم، لكن في اسئله كثيره، في ملفات كثيره عايزين نفتحها. ملفات دي من ضمنها ان مرضى السمنه بيتنصب عليهم احيانا من جهات كتير، في جهات نصب مخيفه جدا في رأيي، وفي جهات نصب اقول ايه هبله. الجهات النصب المخيفه اللي دكتور كريم اتكلم عليها، اللي هي حد مثلا يقول لك تعالى اعمل لك جراحه سمنه بمستهلكات نصكم، ده مخيف لان ده ممكن يعمل لك مضاعفات خطيره جدا اثناء الجراحه، جدا ده مخيف جدا. لكن الهبله دي اللي واحد يقول لك لا سيبك بقى من جراحه سمنه خلاص، وتعالى بقى عالجك باعشاب، تعالى بقى ده في عشب مش عارف اسمه اي حاجه، اي اسم الف لك انا عشب دلوقتي، السبردين، عشب السبردين، مفيش حاجه اسمها عشب السبردين اساسا.
أو الكركم مش بخبار بطرطين أي حاجة. طيب ماشي بيعمل إيه؟ بيسد النفس. لا يا شيخ، ما الخيار بيسد النفس، ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب. الكلام ده مناسب اكل خيار، انظمه غذائيه للناس اللي عندها شويه وزن زياده، كان عنده سمنه مفرطه، ده عنده خلل كيميائي جبار هنتكلم عنه بعد كده. انت هدفك ان انت تبيع برطمانات فيها شويه اعشاب ما بتسواش ثلاثه تعريفه وتبيعها وربنا يكرمك يا سيدي. طب ما تيجي افكرك اقول لك على حاجه، ما تيجي تكسب من حاجه ثانيه، ما تبيع سلاطين اطباق خزف نص كم مش مشكله، يحصل ايه؟ هتتكسر يعني؟ عن الانسان خسر ايه؟ لكن ما تبيعش الناس حاجه تخسرهم صحتهم. تقول لي طب ما هو مريض سمنه مش هينضر يعني لما ياخد شويه يعني جنزبيل ويدوبهم في ميه او حاجه شبه كده يعني، يعني لا هتخسسه ولا هتزوده، مش هتعمل له حاجه، لا هيخسر حاجات كثيره جدا. العيان اللي على وشك يجيله فشل كلوي بدل ما يروح يتعالج هو ماشي على الاعشاب فالفشل الكلوي بيزيد. العيان اللي على وشك يجيله تليف كبدي، العيان اللي على وشك يجيله سكر، العيان اللي على وشك يجيله مضاعفات من السكر، العيان اللي على وشك يجيله ازمه قلبيه، انت عملت تضيع وقته. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، المدير لوحدة جراحات السمنة مستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الـ SRC. أنت بتنورني وبتمتعنا في الدكتور وفي الناس الحلوة بجد. شكرا يعني قبولك دعوتنا ووجودك معنا إضافة هائلة في هذا المجال، نورتنا. أشكرك. هسيبكم بقى مع عيانين دكتور كريم الجمال دول اللزاز، وصور تشوفوها بقى يعني كده على موسيقى جميلة عشان تشوفوا قبل وبعد الفرق عامل ازاي. تعالوا نشوف مع بعض. اهلا بكم، هذه واحده من حلقاتنا اللي نقدر نقول عليها كده نستناها من السنه للسنه. امراض بطنه وخصوصا فرع مهم جدا من امراض البطنه هو امراض الدم، واسم كبير في هذا المجال، اسم ما شاء الله نستطيع بقوه نقول عبقري في عالم توصيف امراض الدم وتشخيصها والتعامل معها. في حاله مرضيه واسم مهم جدا وكلكم بتعملوا التحليل المشهور جدا بتاع صورة الدم وتسمعوا عنها كويس جدا، وهي الصفائح الدموية بليتليتس باللغة الإنجليزية. الصفائح الدموية دي بتتأثر في أمراض معينة، الأمراض دي منها ما هو مشهور له تواجد في المجتمع المصري والعربي ونعرفه، وهو مشهور أيضا لكن على المستوى الشعبي مش معروف أوي. يعني مثلا مين منا ما يعرفش اللوكيميا؟ اللوكيميا أورام الدم. تقولي تؤثر على الصفائح؟ أيوة تؤثر على الصفائح طبعا، لأنه في اللوكيميا المصنع كله بيطلع كرات دم بيضة، فما فيش حاجة بتبقى موجودة تطلع صفائح، تلاقي الصفائح قليلة، ولذلك مريض اللوكيميا قابل لأنه ينزف. الصفائح لما تقل النزيف يتوجد. حاجة تانية، النخاع ممكن يفشل، وحكاية النخاع لما يفشل دي تخلي كل حاجة ما تطلعش، بقى بيسموها أبلاستيك أنيمي. لما تيجي تبصوا لفكرة النخاع لما يفشل ينتابك حالة من الضحك، مش الضحك لا، ينتابك حالة من الحذر الشديد والضحك برضه. الضحك تقولي تضحك يا عم في النصايب؟ لا، ما هو ما تلاقي بقى أدوية كتيرة بتأثر على النخاع. تقوم تقول لي طب ايه اللي يضحك في كده؟ لان احنا ابطال العالم في اخذ الادويه كده بدون اشراف طبي. سعادتك تدخل الصيدليه، انا عايز الدواء الفلاني، الدواء ده ممكن يضرب النخاع عندك. تقوم تقول لي طب ما انا اخذته قبل كده. اه يضربه النهارده. طب ابن عمي وابن خالتي وخالتي وعمتي بياخدوه، ما حصلهمش هم حاجه ويحصل لك انت.
الدواء ده ايه؟ ادويه هتسمعوها النهارده. ادويه هتسمعوها. الناس اللي بترش مبيدات حشريه عمال على بطال. كاره يا باشا انت الناموسه والدبانه وشغال طول اليوم للمبيدات الحشريه وسعادتك فرحانه بيها. طيب انا بقول لك ان المبيدات الحشريه دي خطر جدا على النخاع وممكن تؤدي الى نقص النخاع. وغيرها كتير. في حاله هنتكلم عليها النهارده اكيد هتيجي سيرتها اسمها اي تي بي ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربرا او نقص النخاع الغير مبرر تسببه ايه؟ حاجه كده غامضه هنتكلم عليها وغموضها ده غريب جدا. وفي حاجات بقى تفكر فيها ما يكون يعني واحد عنده نقص نخاع نقص صفايح وهينزف ده هنعمله عمليه ازاي ده لو محتاج عمليه؟ ده مع ضربه اي مشرط هينزف. فهنا اسئله كثيره جدا جدا جدا. وبيربرا سؤال مهم قوي يعني ايه بيربرا؟ هنفهمها النهارده بالتفصيل. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم العبقري ما شاء الله في هذا المجال بسعد بحواري معه سعاده غامره وطبعا يعني زي ما تقول كده بقى ايه قاعده باطنيه هنحاول نخليها بسيطه هنحاول ما نقولش انجليزي هنحاول نخليها بالعربي بس لو فاتتكم هتزعلوا بجد هتزعلوا كتير لو فاتتكم. واللي هيفرح قوي دكاتره شباب الاطباء الصيادله طلب الطب يركزوا معانا هيتبسطوا جدا في اخر الحلقه. الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور احمد خلاف استشاري امراض الباطنيه وامراض الدم واورام الدم وزرع النخاع المدرس الامراض الباطنيه وامراض الدم بكليه الطب صاحب دكتوراه وماجستير امراض الباطنيه والماجستير لامراض الدم استشاري امراض الدم بمستشفى مصر الدولي عضو فريق زرع النخاع بمركز اورام دار السلام والمدرس امراض الباطنيه بكليه الطب الاسم المتميز للغايه. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز ابدا الاول بالصفائح. ما هي الصفائح الدمويه وليه تنخفض؟ ايه المقصود بانخفاضها يعني؟ والله يا فندم هو الصفائح الدمويه دي حاجه بتطلع في الجسم من نخاع العظم. النخاع ده بيطلع ثلاث حاجات كبار، بيطلع كرات دم بيضاء وحمراء وصفائح دمويه. الصفائح الدمويه دي مسؤوله بشكل ما عن التجلط. عن التجلط. لو زادت العيان يجي له جلطات ولو قلت العيان ينزف. بس لو قلت عن كام؟ ده الرقم اللي الناس بتتكلم عليه ودايما بنشوف العيانين عندنا في العيادات بسبب كده. الصفائح النورمال بتاعها الطبيعي بتاعها من 150 ل 450 الف. من 100 من 100,000 ل 150,000 ده لحد دلوقتي العلماء مختلفين في هذا التعريف. مختلفين، يعني من 100 ل 150,000 ده قليل ولا مش قليل؟ لكن هم اجمعوا ان النقص في الصفائح الدمويه لما الصفائح تنقص تحت 100,000. هل كل نقص تحت 100,000 بيخوفني؟ لا، هو يدعوني ان انا ادور على سبب. لكن مش كل حاجه تخوفني، انا ابدا اقلق لو لقيت صفائح العيان تحت 30,000. تمام؟ او تحت 50,000 وانا محتاج تدخل جراحي او محتاج ان انا ادي العيان ادويه سيوله زي عيان لا قدر الله عنده جلطه في الشريان التاجي ومركب دعامات فانا محتاج ادي له اسبرين محتاج ادي له كلوبيدوجريل اللي هو البلافكس بلغتنا الدارجه فانا لازم تبقى صفائحي فوق ال 50,000 محتاج اتدخل جراحيا الناس كلها تبعت لنا العيانين الحق ده صفائح العيان 90,000 انا محتاج انقل له صفائح دلوقتي تقول له ما تخافش تمام العلم واضح وصريح بيقول ان انا ما اتدخلش جراحيا الا ما اعمل اي عمليه على صفائح 50,000 محتاج رقم 100,000 في نوعين بس من العمليات عمليات المخ والاعصاب وعمليات الرمد محتاج رقم عالي عشان خاطر اتدخل عليه جراحيا لكن انا ممكن اولد عيان على 50,000 ممكن اعمل استئصال طحال على 50,000 ممكن اعمل مراره على 60,000 ممكن اسحب عينه من الكبد على 70,000 ممكن اعمل عمليه قلب مفتوح على 80,000 تمام وما يبقاش الرقم مخيف بالنسبه للي قصادي لكن المشكله الجراحين هم بيخافوا عشان خاطر الزملاء الجراحين يقول لك ما هو انت ما بتمسكش المشرط مش انت اللي هتتعامل مع العيان لا هم ما بيحفظوش ارقام هم ما بيحفظوش ارقام احنا اللي بنحفظ لا هو بيخاف بيخاف عشان خاطر هو اللي شايل المسؤوليه هو اللي شايل المسؤوليه فعشان كده بيبعت لك وانت اللي تكتب وانت اللي تحاسب بعد كده
واحنا كلنا بنشيل، بس هو طبعا اللي في وش المدفع زي ما بيقول هو اللي عمل عمليه العين نزف بالظبط منه. هو يقول لك هو انا مالي يا عم، انا ما قلتلناش ليه كنا جبنا له صفايح بالظبط بالظبط كده فاهم. ايه الامراض او الاعراض، يعني ايه الاعراض اللي تقول لي ان ده عنده انخفاض في الصفائح الدمويه؟ والله يا فندم نزيف من اي حته، ممكن يطلع بقع زرقاء في الجسم، نزيف من مناخيره، نزيف من لسه، نزيف مع البول. الستات قاموا فيهم ان يجي لهم نزيف مع الدوره الشهريه، الدوره تطول عن ايامها الطبيعيه، المفروض هي بتقعد من 3 ل 5 ايام، لقيتها بتقعد 8 ايام، بتيجي كل 20 يوم او كل 21 يوم بدل ما تيجي كل 28 يوم. عيان بيخلع سنانه نزف، اعراض كلها اعراض نزفيه. لا قدر الله، لا قدر الله كانت صفائح اقل من 10,000 والعيان جاله نزيف في المخ، تمام، يعني حاجه سيئه جدا. ده كل ده احنا بنشوفه للأسف، ده حاجات مخيفة جدا. لكن هل العيان بينزف طول الوقت لما صفائحه تبقى قليلة؟ لا لا تختلف، لا. بتختلف، بيختلف في حاجتين، الرقم بيفرق معايا، يعني زي ما كنت بقول لحضرتك يا فندم من شوية، فوق 50,000 صعب قوي إن العيان ينزف، صعب قوي إن العيان ينزف، إلا لو كانت نازلة سريعة، بمعنى إن أنا كنت في يوم مثلا 200,000 وبقيت 50,000 أو بقيت 60,000، النازلة السريعة دي ممكن تخلي العيان يبدأ يظهر عنده أعراض نزفية زي بقع زرقاء في الجسم، نزيف من اللثة، نزيف من مناخيره، فالسرعة بتاعت النزول نفسها بتفرق معايا، الرقم بيفرق معايا. يعني احنا كدكاتره امراض دم اول ما الاقي رقم 40,000 صفائح او 50,000 ابقى في قمه انبساطي، العين يا دكتور ده الرقم 50,000، اقول له والله ولا حاجه، والله ما تقلقش انت زي الفل. المشكله التهويل برضو اللي بيحصل في الارقام، الحق ده انت محتاج صفائح، الحق انت محتاج يتعمل لك كذا. لكن الرقم اللي خوفني قوي 30,000، فما تحت 30,000 العين هيبدا يظهر عنده اعراض، ببدا اقلق قوي لو نزل تحت 10,000، احتمالية الإصابة بنزيف المخ تبقى عالية جدا جدا، عشان كده دول لازم نقول لهم نقل صفائح وقائي طالما تحت 10,000. بالمناسبة يا فندم، موضوع نقل الصفائح، إن احنا برضو بنسيء استخدام نقل الصفائح، احنا مش المفروض ننقل صفائح إلا لو الصفائح تحت 10,000 والعيان ما بينزفش، أو ما بين 10 ل 20,000 والعيان بينزف، تمام، أو مضطر أدخل العيان عملية جراحية عاجلة دلوقتي وصفائحه تحت 50,000 زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية على رقم 50. حفظنا حفظنا حفظنا. طيب احكي لي بقى الأسباب، كل سبب وراء قصة ولا شكل. بالظبط. بص يا فندم، أنا عندي سببين كبار، يا إما المصنع زي ما حضرتك بتقول اللي هو نخاع العظم، تمام، حصل فيه خلل، تمام، يا إما الصفائح طلعت من المصنع كويس بس لما طلعت اتهاجمت باجسام مناعيه بره واتكسرت. فانا عندي مشكله يا تكسير خارجي يا اما فشل النخاع. فشل النخاع ده لاسباب متعدده، منها زي يا فندم ما حضرتك كنت بتقول الابلاستيك انيميا، فشل النخاع بسبب حاجات كتير جدا جدا جدا، زي ما حضرتك يا فندم كنت بتقول المضادات الحيويه، ادويه الصرع، تمام. كان في زمان مضاد حيوي زمان كنا بنستخدمه كان اسمه كلوراميفينيكول، ده بيعمل تثبيط نخاع عظمي عنيف جدا، تمام. أدوية الغدة الدرقية مثلا زي الكربمازول من الحاجات اللي بتعمل فشل نخاع عظم. أدوية الصرع زي التجريتول أو الكربمازيبين من الحاجات اللي بتعمل فشل نخاع عظم. مسكنات ممكن تعمل فشل نخاع عظم. في حاجات كتير جدا احنا بنسيء استخدام المسكنات لدرجة ان احنا كدكاترة بطنة بنشتغل على دكاترة العظام والزملاء بيكتبوا مسكنات، هو دكاترة العظام مضطر عشان نريح العيان بتاعه ان هو يديله مسكن، لكن انا بيجي لي العيان بقرحة معدة وانيميا ونزيف شرجي او رجع دم او جاب راس مسود او لا قدر الله فشل كلوي. الاي تي بي بقى بالنسبة للتكسير الخارجي بقى اشهرهم الاي تي بي، اشهرهم الاي تي بي. الاي تي بي يا فندم ده عباره اختصار لحاجه اسمها الاميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، هو تم تعديل الاسم بدل ايديوباثيك، تم تعديل الاسم، هو سموه في الاول كانوا بيقولوا اي تي بي اميون ثرومبوسايتوبينيك، بعد كده قال لك لا والله احنا هنغير اسم، احنا هنشيل كلمه بيربرا اصلا، تمام، عشان مش كل العين هيطلع لهم بيربرا تحت الجلد، ما يطلعهمش بطش اللي هي مش كل العينين، ما هو الرقم يا فندم زي ما كنا بنتكلم من شويه ممكن الرقم 40,000 والعين ما بينزفش، تمام، فهم شالوا كلمه بيربرا وقال لك دي اميون ثرومبوسايتوبينيا، اميون ثرومبوسايتوبينيا بسبب ان في اجسام مناعيه طلعت فجاه مش عارفين سببها، هي طلعت ليه، تمام، وهجمت الصفائح الدمويه، او كان في مرض مناعي معين
من اشهرهم. الزئبق الحمراء بدا يهاجم الصفائح الدمويه فبدا العيان ينزف. دي اشهر حاجات. في حاجات كتير جدا 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 بتعمل اميون ثرومبوسايتوبينيا، منها الكوفيد اللي احنا كنا هنتكلم عليه، اللي احنا هنتكلم عليه. التطعيمات بتاعت الكوفيد نفسها بتعمل اميون ثرومبوسايتوبينيا، بتقلل الصفائح الدمويه بشكل يعني مناعيه. تمام. في دراجز معينه ممكن تقلل الصفائح الدمويه. في حاجات كتير جدا. في متلازمه اسمها متلازمه مضادات الفوسفوليبيد، دي بتعمل حاجتين غراب جدا، بتعمل جلطات وبتوطي الصفائح الدمويه في العيان، يبقى بينزف وبيجي له جلطه. ودي حاجه بتحصل في الطب في امراض معينه منها الانتي فوسفوليبيد سيندروم، فولس فيموس نيم بالظبط. طيب يعني ده بيحصل في الدي اي سي كمان، يعني بيحصل يا فندم في الدي اي سي، بيحصل في مرض اسمه تي تي بي، وبيحصل في مرض اسمه الاتش يو اس. تمام. دي امراض معينه برضو بيحصل فيها نزيف، النزيف وانيميا وجلطات. ممكن يحصل لا قدر الله فشل كلوي. في ناس بيجي لهم مشاكل في المخ زي في مرضى التي تي بي ويحتاجوا حاجه اسمها فصل بلازما. هنروح لها. لكن احكي لي بقى، كورونا تاثر ازاي على الصفائح الدمويه؟ والله يا فندم الكورونا بتاثر على الصفائح الدمويه باكتر من طريقه. اشهرهم ان هي بتعمل تكسير مناعي. الفيروس، فيروس السارس كوفيد 19 ده بينشط المناعه بشكل معين، فبتطلع اجسام مناعيه بتهاجم الصفائح الدمويه. تمام. او في حالات قليله جدا وشفناها، الكوفيد ثبط نخاع العظم ودخل العيانين في ابلاستيك انيميا، شفناها. فالعيانين دول حصل لهم صفائح دمويه. مش كده بس، الادويه اللي احنا استخدمناها في علاج الكوفيد في منها حاجات نقصت الصفائح الدمويه، زي الهيبرين. الهيبرين دواء سيوله شهير جدا جدا جدا، لكن ممكن يعمل حاجه اسمها ظاهره اسمها الهيت هيبرين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. الصفائح بتاعت العيان توطى ويجي له جلطات بسبب ان هو بياخد هيبرين. مش بس كده، المضادات الحيويه اللي احنا استخدمناها بعنف جوه الرعايات، تمام، دي ادت برضو لنقص الصفائح الدمويه. زي ما اشهرهم مثلا بالنسبه لنا اللاينيزوليد والفانكومايسين والاميبينيم والميروبينيم، المضادات الحيويه اللي احنا بنستخدمها بعنف دي كلها بتوطي الصفائح الدمويه. ده شيء مخيف جدا. طب العلاقه ما بين التطعيمات والصفائح الدمويه؟ والله يا فندم العلاقه ما بين التطعيمات والصفائح الدمويه زي ما بنتكلم كده، التطعيمات ممكن تعمل نقص صفائح دمويه. هم اللقاحين اللي عملوا كده، الجي ان جي اللي هو جانسون والاسترازينيكا، بس ده حصل في 6 في كل مليون حاله، وحصل معاهم ثرومبوز واحتاجت كرايتيريا معينه عشان خاطر نشخص بيها. تحليل معين طلع جديد كده، هو موجود من زمان كنا بنستخدمه في تشخيص الهيت اللي احنا بنتكلم عنه من شويه، اللي هو الهيبرين انديز ثرومبوسايتوبينيا. التحليل اسمه الهيبرين بي اف 4 كومبلكس باي اليزا. التحليل ده مهم جدا 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 لتشخيص النقص اللي بيحصل في الصفائح الدمويه مع التطعيم. لازم يبقى العيان خد التطعيم خلال الاربع ايام اللي فاتوا ل 28 يوم. ايه عيان جالك عنده نقص في الصفائح الدمويه وبدات اعراض تظهر عليه، هنعمل له ايه للتشخيص؟ ايه التحاليل المطلوبه عشان نقرب من القصه والسبب؟ والله يا فندم اهم حاجه اخد تاريخ مرضي كويس من العيان. العيان كان بياخد ادويه معينه، العيان اتعرض لمبيدات حشريه، العيان انا قلت اذا الخاص بالمضادات الحشريه ده مبيدات الحشريه ممكن تؤدي تفشل النخاع. فاهم حاجه ان انا اخد تاريخ مرضي كويس. لو لقيت العيان عنده نقص، ببص في صوره الدم لقيت العيان عنده نقص بس في الصفائح الدمويه، فده غالبا الاي تي بي. تمام. اللي هي تكسير مناعي في الصفائح الدمويه. ده مش محتاج تدخل ان انا اعمل بذل نخاع ولا حاجه، انا محتاج ان انا استبعد الاسباب السنويه للتكسير المناعي اللي منها الزئبق الحمراء، فبعمل تحليل اسمه الان اي، بعمل تحليل اسمه اللوبس انتي كواجلانت والانتي كارديولايبين عشان استبعد متلازمه اسمها متلازمه مضادات الفوسفوليبيد. بعمل حاجه مشهوره جدا 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 في مصر والناس كلها بتتكلم عنها، الاتش بايلوري اللي هي الجرثومه الحلزونيه. الجرثومه الحلزونيه من الحاجات اللي بتكسر الصفائح الدمويه. على سبيل المثال، فانا المفروض ان انا اعمل للعيانين اللي عندهم نقص صفائح دمويه تحليل الجرثومه الحلزونيه وعالجها، عشان في عيانين كتير لما عالجنا لهم الجرثومه الصفائح بتاعتهم اتحسنت. ناس تيجي تقول طب ما نعمل للعيان ده بذل نخاع عظم، تمام، عشان خاطر اشخص التكسير المناعي في الصفائح الدمويه. هم كلامهم صح، بس في وقت معين. ايه الوقت اللي انا هتدخل فيه واعمل بذل نخاع عظم؟ لو العيان ما استجابش على الخط
الدفاعي الاولي بتاعي اللي هو الكورتيزون. لو العيان كان سنه معدي 60 سنه عشان بخاف احسن يكون العيان ده عنده حاجه اسمها تحوف في نخاع العظم بنسميه في الطب الام دي اس، او قبل ما العيان يعمل استئصال طحال، او لو العيان عنده نقص في مكون تاني من مكونات الدم، بمعنى ان انا لقيت ان العيان ده عنده صفائح دمويه وعنده انيميا، تمام، عنده صفائح دمويه وعنده نقص في كرات الدم البيضاء، فلا والله ده ممكن يبقى المشكله خلل في المصنع، فانا هجري اعمل بذن نخاع عشان ابقى عارف راسي من رجلي وابدا اعالج العيان صح. فالقصه كلها ان انا اشخص زي ما يا فندم حضرتك بتقول عشان خاطر اوجه العيان في الاتجاه الصح. اذا مش اي حد تمله بذل النخاع، مش اي حد يا فندم. احنا قلنا حاجه ممكن النخاع نفسه يتغير من جوه، يحصل فيه تليف، يحصل فيه تليف، يحصل فيه فشل، يحصل فيه تحور، تمام، يحصل فيه غزو بخلايا مش كويسه زي ما حضرتك يا فندم كنت بتكلم. اللوكيميا، مش اللوكيميا بس، اللوكيميا والليمفوما والانفلتريشن بخلايا زي الجوشر سيلز او الفوم سيلز اللي في مرض اسمه الجوشر، بس ده مرض منتشر اكتر في اليهود، بس احنا عندنا حالات وشفنا حالات وجات لنا بنقص صفائح دمويه وشخصناها ببذل نخاع. فالغزو للنخاع باي خلايا، تمام، اي خلايا ممكن يوطي الصفائح الدمويه، بس مش يوطي غالبا الصفائح الدمويه بس، هيوطي معاها كرات الدم البيضاء وهيوطي كرات الدم الحمراء، فالعينين دول هيحصل لهم انيميا، هيحصل لهم بانسيتوبينيا، كل الخلايا هتبقى قليله. بالظبط بالظبط كده يا فندم. الايدز، الاتش اي في يا فندم، هو الاتش اي في ده بيأثر على النخاع باشكال متعدده وبيعمل نقص صفائح دمويه، ممكن يعمل تكسير مناعي في الصفائح الدمويه، ممكن يعمل اورام متعدده زي كابوس ساركوما، بيعمل انواع متعدده من الليمفومز اللي هي اورام الغدد الليمفاويه، وممكن هذه الاورام تغزو النخاع. الادويه اللي احنا بنستخدمها في علاج الايدز اصلا ادويه كلها، احنا بنحتاج اصلا لعلاج الايدز ثلاث ادويه على الاقل بنبدا بيهم. وبالمناسبه احنا برضو عندنا علاجات الايدز تطورت جدا جدا جدا، وبقينا بنعالج العيانين والفيرال لود عندهم بيقل والدنيا بتبقى ماشيه كويس، مش هو الحاجه اللي لازم كلنا نخاف منها ونبعد عن العيانين. في عيانين مظلومين وغلابه وجالهم بسبب نقل دم غلط او بسبب تدخل جراحي او تمام. فيعني عاوزين برضو نغير نظره المجتمع يا فندم للمرضى الاتش اي في، عشان دي نظره سيئه للاسف لازم تتغير، ولازم جهات كتيرة تشتغل عليها. لكن خلينا نروح دلوقتي، جالك عيان عنده فعلا نقص في الصفائح الدموية سواء بأعراض واضحة أو بأعراض غير أو من غير أعراض بس اكتشفناه، ايه الاجراءات المتبعه؟ والله يا فندم لو الرقم اللي انا بتكلم فيه دايما هو رقم ال 30,000، لو العيان عنده تكسير مناعي في الصفائح الدمويه وصفائحه تحت 30,000 انا هبدا له علاج بالكورتيزون. ده رقم واحد، كورتيزون. بعد كده هبدا اتكلم في اي خط علاجي تاني، عندي خطوط علاجيه كتير جدا جدا جدا. حقن اسمها الريتوكسيماب، المبسيرة، رص اسمها الترومبوباج، الريفوليد، حقن اسمها الانبليت، الرومي بلس تيم، استئصال الطحال، وان كنا ده بنفضل ناجله لحد سنه عشان في عيانين ممكن الاقي 25% من العيانين بيتحسنوا خلال السنه. فده في علاج التكسير المناعي في الصفائح الدمويه. لو لا قدر الله فشل نخاع عظم، تمام، فده لو سنه تحت ال 40 سنه هناخده على طول نعمل له زرع نخاع من متبرع متوافق معاه اخوه، بنسميه ماتش سيبلينج دونور. على فكره احلى حاجه في الدنيا حكايه النخاع، لان النخاع ما بيأثرش، بيطلع وبيطلع مكانه. والله يا فندم هو القصه برضو فيها عوائق، العوائق ان انا ممكن ما الاقيش المتبرع المناسب للعيان. العوائق برضو ان في ظاهره بنخاف منها جدا 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 في العيانين دول اسمها ظاهره الطرد العكسي، الحد والمزمن، جرافت فيرسس سورس، جرافت فيرسس سورس ديزيز، اكيوت وكرونيك، تمام، دي بيخاف منها قوي. تمام، فال زرع النخاع برضو حاجة لايف سيفنج، بس يظل برضو لعوائق واشتراطات معينة لازم اخد بالي منها في اختيار العيان اللي هزرع له. لو فوق سن الاربعين سنة، تمام، بنستخدم ادوية معينة زي الاي تي جي والسايكلوسبورين، دي حاجات بنستخدمها لو حسنت العيان خير وبركة، ما حسنتوش هنعمل له زرع نخاع عظمي برضو. لو لا قدر الله العيان عنده لوكيميا هي اللي مطيلة الصفائح الدموية، هبدأ علاج كيماوي للعيان، عالج السبب الغزو الخلايا اللي مش كويسة، تمام، وبعديها اقيم اذا كان عيان اللوكيميا ده محتاج زرع ولا مش محتاج زرع، هو اللوكيميا الليمفاوية ولا اللوكيميا مايلويدية. لو متلازمة جوشر بعمل استبدال بالإنزيم اللي ناقص، تمام. لو فشل نخاع، لو تليف نخاع عظمي، هعمل برضو زرع نخاع أو استخدم أدوية معينة زي الروكسولوتينيب اللي هو الجاكافي.
بس بشترط ان يكون صفائح العيان في المرضى اللي تلاقيه في نخاع العظم تكون معديه ال 50,000 عشان اعرف استخدم الجاكابي ده. عشان لو اقل من 50,000 انا مش عارف استخدم الدواء. كمان وانا يعني برضو بدرس الموضوع لازم اكون عارف ان قراري يعني في نوع من الحكمه. القرار لازم يكون فيه نوع من الحكمه، انا بشوف مين اولى من مين وانا بامن العيان. هل لو انا اعمل له انا مثلا قررت اعمل عمليه جراحيه، بس لازم اكون مامنه وهو داخل يعمل عمليه جراحيه واكون عارف حدود الامان بتاعتي. ربنا ما فيش اي مشكله، هستخدم اساليب علاجيه يكون مناسب له الاساليب العلاجيه وهكذا. يا فندم زي ما حضرتك بتقول الطبيب اسمه حكيم، كان زمان يقول لك ده اسمه الباش حكيم، فكان هو جاي من الحكمه. يا ريت يفضل الاسم. تعالى اسمعك بقى ابو العريف يا ترى هيفتي في ايه؟ يعني ان هو يكون عنده واحد الجرأه انه يفتي في امراض الدم، ده لازم يكون مفتري، مفتري قوي. ما فيش احسن من ابو العريف بتاعنا عشان نشوفوا نموذج الافتراء. تعالوا نسمع مع بعض. يا باشا، عم سامي بتاع البوفيه كذا مرة ألاحظ أنه بيجيله نزيف من اللسة وساعات بقع حمر على جلده. إيه الحكاية يا عم سامي؟ ما تروح تكشف. قال رحت حللت قالوا لي عندي نقص في الصفائح الدموية. أنت ما بتاكلش كويس ولا إيه يا عم سامي؟ اتغذى، كل بيض كتير واشرب لبن، وعليك وعلى الفاكهة، أي فاكهة فيها جلوكوز يعني زي العنب، التمر، المانجا، التين، الحاجات المغذية دي. نقص الصفايح ده يا عم سامي بيبقى نقص كالسيوم ونقص غذاء، حاجة كده زي الأنيميا. ألف سلامة عليك. سبحان الله، راجل جتة كده طول بعرض وعنده نقص في الصفايح، أمال إحنا نعمل إيه؟ والله يا فندم بخصوص الاكل، والناس دايما برضو الشعب المصري والعيانين بتوعنا بيصروا يسالونا دايما اكل ايه في اي مرض في الدنيا. اي مرض في الدنيا اكيد مرتبط بالاكل. هو الصفائح الدمويه لما عملوا شويه ابحاث كده لقوا ان في اكلات معينه فعلا بتغطي الصفائح الدمويه، الترمس والطحينه والشاي الاخضر والاناناس. الاناناس مش اللي هو الكنتالوب عشان خاطر ايه، الاناناس ده لقوا ان الحاجات دي بتغطي الصفائح الدمويه، ولقوا ان في حاجات معينه ممكن تزود الصفائح الدمويه بالفعل. تمام، زي الحاجات الجرين ليف فيجيتابلز اللي هي الحاجات الورقيات الخضراء، الخس والجرجير والحاجات دي، الحاجات الغنيه بفيتامين اي زي الجزر ده بيعلي الصفائح. فاكهه استوائيه هي مش منتشره عندنا قوي اسمها الباباز، تمام، دي بتعلي الصفائح الدمويه برضو. الزبيب من الحاجات اللي ممكن تعلي الصفائح الدمويه. بقالي كتير ما اكلتوش الزبيب ده صحيح. بس كان في رمضان. لا 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 لا، فلت مني الزبيب السنه دي، هروح اجيب زبيب. اصل كل اللي انت قلته ما بحبوش. باباز ايه يا باشا؟ هروح اجيب زبيب ماشي، اصل مش هجيب باباز، انا مش فاهمه يعني ايه باباز هيجي. والله فاكهه استوائيه كده فاهم. شفته قبل كده، بشوفه في الافلام، الافلام بتاعت البحر الكاريبي وبتاع بالظبط، بتاع اللي هو محطوط في بتجي البت اللي لابسه البتاع ده وبشيلها كده. فاكهه كده غريبه. انا ما اعرفهاش، ما ذقتهاش بصراحه. لا ولا لا، خلينا في الزبيب. الزبيب جميل بالظبط، اصل انا احب اكله لوحده الزبيب ده، اجيب طبق كده ومع نفسي. ومحمر الدين برضه زي الفل. يا سلام يا سلام، طول السنة نورتني وأسعدتني. ربنا يخلي حضرتك. لكن يبقى أمراض الدم، أنا مستمتع بحواري فيها معاك قوي، كمية معلومات راقية ودقيقة جدا. جزء منها كتير يخص طبعا أهلنا أهل الطب، جزء كبير منها يخص الدكاترة اللي لسه متخرجين والزملاء في التخصصات التانية. أمراض الدم ميزتها إنها فاتحة لكله، يعني الجراح لازم يراجع معانا الكلام عشان يبقى برضو انفولفت. دكتور الرمد النهاردة انت قلت حتة مهمة، هعمل عملية للرمد في العين لازم الصفائح الدموية تكون رقمها أعلى من 100,000. ودكتور المخ والأعصاب لازم يكون أكتر من 100,000. في هلع عند بعض التخصصات، لا مش هقدر أعمل بتاع ده، احنا قلنا الأرقام النهاردة اللي تجاوبهم على هذا الهلع. الأطفال لازم ندي لهم حقهم في الشرح والتفصيل وجايين في اللقاءات القادمة. لكن في أسئلة كتيرة النهاردة، مثلا أبو عريف لفت نظرنا لحاجة، واحد تخين وجتة كده وطول بعرض وعنده أنيميا. وارد طبعا جدا. ما هو الناس دايما برضه تسالني السؤال ده، هو ده ازاي ده انا باكل كويس، هو مين اللي قال ان كل انيميا انيميا نقص حديد؟ الناس عندها كونسبت او مفهوم ان كل الانيميات انيميات نقص حديد وبتتعالج بالحديد، لكن انا عندي
آلاف الأنواع من الأنيميا، أنواع لا تعد ولا تحصى، زي مشكلة الصفائح، عندي مشكلة في المصنع أو مشكلة تكسير خارجي، فلازم أدور على السبب بتاع الأنيميا عشان خاطر أعرف عليكها صح. ولسه بقى هناخد هنشوف بقى البي 12 ديفيشنسي الميجالوبلاستيك يعني، ولا هنشوف الثلاسيميا بأنواعها، ولا السيكل سيل، أفلام هيموجلوبينوباثي، أمراض خاصة بالهيموجلوبين، قصص وموال أكيد هتسمعوها معانا مع ضيف العزيز. الحقيقة بسعد بهذه اللقاءات المغلفة بالعبقرية، نورت يا دكتور أحمد. ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور أحمد خلاف، استشاري الأمراض البطنية وأمراض الدم وأورام الدم وزرع النخاع، والمدرس الأمراض البطنية وأمراض الدم بكلية الطب، وصاحب دكتوراه وماجستير الأمراض البطنية وماجستير أمراض الدم، واستشاري أمراض الدم بمستشفى مصر الدولي، وعضو فريق زرع النخاع بمركز أورام دار السلام، والمدرس أمراض البطنية. كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا وأكثرها إثارة، ولا يعلو الحوار في البطن يعني إلا أن يكون ممتعا، فيش حوار يعلو عن البطن، البطن ميديسن إز ميديسن، إحنا الطب. خليكم معنا الدكتور. أهلا بكم، هذا يوم من أهم أيام الدكتور، أو نقدر نقول أنه اليوم الأهم في تاريخ الدكتور عبر السنوات الماضية. أولا لأن هذا اليوم نستضيف أسطورة كبيرة من أساطير الطب عبر العصور، وفخر كبير للطبيب المصري وفخر كبير للطب العربي. وأيضا موضوع الذي سنتحدث عنه اليوم في الدكتور موضوع شديد الأهمية، سنتحدث عن البليدينج، النزيف. والنزيف من ناحية طبية عندما نتحدث عنه ينبغي أن نقف أمام نقاط هامة جدا، نقاط محددة. أول هذه النقاط أنكم أعزائي المشاهدين حتى مشاهدي الدكتور قد لا تعرفون أشياء عديدة عن النزيف. هذا الأمر يجعلنا نقف أمام واحدة من أكبر المواضيع أهمية وأكثرها إثارة وأيضا أشدها خطورة في عالم الطب، ولكن هذا فخر كبير للدكتور أن يكون ضيفان اليوم أسطورة كبيرة في عالم الطب. قدم سنوات عمره مخلصا لخدمة الطب بالمجان، وما زال يقدم الكثير من الجهد ما شاء الله فوق ما يزيد عن نصف قرن من أجل أن يقدم خدمة طبية وصورة رائعة للطبيب المصري. أحب لفظ الحكيم عن لفظ الدكتور، وقال في كثير من حواراته أن الحكيم هو اللفظ الحقيقي الذي يعبر عن التصرف المنطقي الذي يصيب به الدكتور هدفه إصابة صحيحة، ويحقق هدفه المنشود ويحقق النتيجة الصحيحة عندما يكون فقط حكيما. الأسطورة الطبية الحية وأعلم أهل الأرض الذين يتحدثون باللغة العربية، وأكاد أجزم أعلم أهل الأرض بالفعل بالإنترنال ميديسن أو طب الأمراض الباطنية، وأستاذنا أستاذ الأساتذة الفخر الكبير لنا اليوم في الدكتور هو ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور حسام موافي. في حاجتين كبار جدا بيودوا العيان للدكتور، الألم والدم. اللي بيقول أي ما يقدرش يقعد في بيته. ما هو تعريف النزيف أو البليدنج لأسباب باطنية؟ مشكلة في الوعاء الدموي، ولا مشكلة في الصفائح، ولا مشكلة في شلال التجلط. عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح. الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية الطب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء،
تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة. رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية. مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي. قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. اسمحوا لي أن أرحب بأستاذنا وأستاذ الأساتذة والأستاذ الكل، أستاذ الدكتور حسام وافي. منور يا فندم الدكتور. أهلا بك. أيوة دي خطوة عزيزة، والدكتور شرف تشرفا كبيرا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنت عامل على فكرة يعني عمل جبار يعني لتوعية الناس. ده شرف كبير فعلا يعني. الناس اتنقلت نقلة كبيرة جدا يعني. في بعض افتكر نفسه دكتور، دول ما لناش دعوه بيهم. لا ده دول وحشين. انما في ناس اتعلمت لما الدكتور يكلمها تقول له ايه. يعني اذا حست ان في حاجه مش صح بتلقطها بسرعه جدا، وده بفضل الله. ربنا يبارك فيك. ده فضل حضرتك. ده شهاده اعتز بيها لما حضرتك تشهد لي بالشهاده دي. لا انا كده خدت اكبر يعني مسافه. الاول انا كنت بعيد جدا عن البرامج دي. ما كانش في وقت. طبعا. بس لما ابتديت اركز وابتديت استضاف فيها يعني ابتديت اشوفها. وبعدين عرفت الكومنت بتاع الناس. كومنت جميل جدا جدا يعني جدا. ربنا يبارك فيك يا فندم. شرف كبير لينا. وهذا البرنامج مكسبه الاساسي ان انا سمح لي ان انا اجلس امام حضرتك. يعني ده مكسب ما بعده مكسب. الله يبارك فيك. والحمد لله بنكون مكتبه كامله في حواراتك. ديت يعني ثروه، اعتقد انها ثروه كبيره جدا ان الناس تدخل على اليوتيوب هتلاقي كل محاضراتك مرصوصه، بيشوفوك بشكل مباشر. في ناس كانت بتسجل المحاضرات بس ديت محاضرات طبيه، لكن انا بتكلم على البوبوليشن العام كله، سواء وكمان شباب الاطباء اللي لسه في سنه اولى وثانيه يتعلم من دلوقتي، لسه ما قدرش يوصل لمستوى انه يقدر يفهم الانترنال ميديسن، لغايه لما يوصل بقى يسمع محاضراتك وهي متسجله هيبقى كمل ثقافه كامله. انا عايز ابدا بسؤال، لماذا اختار استاذنا هذه الحالة، حالة النزيف، عشان نبدأ بها محاضرات اللي هقول لك يا أيمن. أنت قلتها في النص كده وأنت بتقدم، في حاجتين كبار جدا بيودي العيان للدكتور. طول عمرنا كده نعرف الألم والدم. الألم والدم اللي بيقول أي ما يقدرش يقعد في بيته، بيستحمل مرة اتنين، إنما هنفترض لا قدر الله مغص كلوي بيجري على المستشفى، ألم ذبحة صدرية بيجري على المستشفى. يبقى الألم بيجري الدكتور، بيجري المريض والدم. لو شفت دلوقتي الامور خدت صوره في الدم، ان ممكن فعلا يكح دم ويسكت يقول لك هبقى اروح يوم السبت. لا لا، الدم عرض يعني لازم العيان يستشير دكتوره بسرعه جدا، ما يتسكتش عليه. زي الالم، زي الالم. مش معنى الالم عشان وجعك، طب ما الدم افترض ان هو في نص الليلوزات، طب ما انا اخده وهو نقطتين بدل ما يبقى كميه كبيره. ما هو تعريف النزيف او البليدنج لاسباب باطنيه؟ أيوة. وعشان نبتعد عن الاسباب لانه الموضوع كبير، لو دخلنا كلمه جراحيه كمان. يعني دايما عندنا حتى في الكتب اللي هي الباطنيه عندنا بالنسبه للدكاتره بقول لهم اي بيشنت هو بليد، يعني واحد بينزف بس مش جراح، يعني مش حادثه عربيه، مش دوالي مريق، مش واحد انفجر فيه معدة أو ورم سرطاني ونزف، لا ده واحد ماشي عادي جدا ومعتقد أنه سليم جدا وشاف الدم. ده اللي هنتكلم عليه، مش هنتكلم على واحد خبطته عربية وبينزف ولا أي حاجة من دول، ولا قرحة معدة نزفت، ده واضح أن فيه سبب. إنما واحد كان ماشي عادي، ولد في المدرسة ونزف، ولد في الجامعة، راجل في موظف وهو في شغله، لا مناخيره فتح الدم، سنانه نزف الدم، كح دم بدون أي مبرر، أو 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 لقى دم في البول أو لا في البراز أو أي حاجة. ده اللي هنتكلم عليه. إذن سنبدأ بالأسباب. قبل ما أقول الأسباب يا أيمن هقول إن ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله عامل حسابه إن أنا هتعور، مفيش شك. أنت بتحلق الصبح سهل قوي هتعور يعني. أنا ماشي جت إيدي في سلك شائك، في أي حاجة، عربية قفلت عليا، ربنا عامل حسابه على كده سبحان الله. فأول ما الواحد ينزف نزيف بسيط، وليكن أنا بفترض واحد بيحلق، بيحصل ثلاث حاجات.
يحصل ثلاث حاجات. اولا انا قطعت شعيره دمويه. الشعيره الدمويه دي لها جدار، الجدار ده عضله، فتفتح العضله اتفتحت وخر دم تلم تقفل سبحان الله، بس قدرتها على القفل محدوده والوقت قصير، بس بتلحقني يروح قافل الوعاء الدموي ده يقوم يمنع الدم انه يطلع. ده الميكانيزم الاول لحمايه انسان من انه يفقد دمه. نمره اتنين ناخد اخباريه الصفائح الدمويه، تاخد اخباريه ان حصل الجرح ده، تروح جايه من اخر الدنيا ومن كل حته وواقفه عند الجرح. طب عرفت ازاي؟ سبحان الله، ان ساعه ما جرحت الجرح طلع ماده تشمها الصفائح، تشمها الماده دي، تروح جايه جري وقافله مطرح الجرح فالنزيف يقف، بس برضه محدوده لدقائق. يكون الكاسكيد اي الشلال بتاع الجلطه ابتدى يشتغل. يبقى انا عندي ثلاث حاجات. رقم واحد، الشريان هيقفل نفسه، عضله تنقبض زي خرطوم جنينه وانت رحت قافله عشان ما يخرش. نمره اتنين، الصفائح تلم نفسها بايه؟ بحاجه اسمها تيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده لما يطلع اللي هي الماده اللي بتطلع من الحته المقطوعه المتعوره تقول للصفائح تعالوا. بتعرف ازاي؟ سبحانك الله، تيجي تقف في حته الجرح هنا. على بال ما ده يحصل وده يحصل ياخد له 3 4 دقايق، يكون شلال ده شغل ده شغل ده شغل ده شغل ده لحد ما نوصل لنمره 12، يكون عمل الجلطه اللي هي الناس بتشوفها لونها احمر وتروح قافله الدم خلاص. اذا البيشنت بليد اللي بينزف حاجه من الثلاثه غلط، يعني مش عارف يعمل كده، مش عارف يعمل، يا في مشكله في الصفائح، يا في مشكله في الكاسكيد بتاع الدم، المتواليه بتاعت عوامل التجلط، شلال عوامل التجلط بس. فاما يجي لي واحد بينزف لازم ابحث على رقم واحد كويس جدا، هل عنده مشكله في الاوعيه الدمويه؟ مثال نقص فيتامين سي بيعمل مرض اسمه سكيرفي، الاسقربوط. اسقربوط هذا المرض يخلي جدار الشريان ضعيف جدا، مش الشريان، الشعيرات الدمويه ضعيفه جدا. يقوم لو اتفتحت لاي سبب من الاسباب ما تعرفش تلم نفسها، ليه؟ العضله ضعيفه. طب ما ده علاجه سهل جدا ان انا اديله فيتامين سي، لكن تشخيصه صعب جدا جدا. كان عند البحاره بتوع زمان، البحاره اللي بيقعد ست اشهر على المركب ياكل اكل محفوظ، فمحروم من فيتامين سي الموجود في الفواكه والخضروات. هم ما بيخزنوش معاهم، بياكل علب 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 ست اشهر، ابتدى ينزف على نهايه الرحله. ايه اللي بينزف فيه؟ تلاقي اللسة مناخيره، نقط حمراء تحت جلده كتير جدا، نقط نزف. ليه؟ لان الشعيرات الدمويه ضعيفه جدا ما فيهاش فيتامين سي بتاع. طب انا عايز اشخصه اعمل ايه؟ افضح الشعيره الدمويه، افضحها، هجيب جهاز ضغط وارفع جهاز الضغط بحيث يقفل الوريد لكن يسيب الشريان. انا افترض يا ايمن انا ضغطي 120 على 80، انا فوق 120 قفل الشريان. لا مش هعمل كده، انا هخليه تحت 120 وتحت 80 بس اعلى من الوريد، يبقى انا قفلت الوريد، يبقى بدخل الدم وما خرجوش. فلو كانت الشعيره ضعيفه هتفرقع. يبقى فضحته. ده اسمه هيستست. هيستست ده في العياده يتعمل، ده في العياده. فانا هجيب جهاز ضغط واعمله، اذا قال لي انا بنزف وكده، اذا طلع كده خلاص. دي اسمها فاسكولار بيربر للدكاتره. فاسكولار بيربر يعني النقط الدمويه اللي بتيجي نتيجه ضعف في الكابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه. الحمد لله بفضل الله انها ممكن تكون فيتامين سي بس، او الكبار. راجل كبير 80 او 85 سنه تلاقي جسمه فيه نقط حمراء كده، فاسكولار بيربر. يعني لو اللي جده عايش يروح يبص على جده يلاقي فيه نقط حمراء بسيطه كده، او مع انقطاع الدوره في المونوبوز، او بعض الحميات زي التايفس اللي اختفى، ده نوع من الحميات، من الحميات او من جايتس الالتهاب الصحي، يحصل معاه ضعف في الشعيرات الدمويه. يبقى انا عندي مجموعه كامله من امراض بتعمل ضعف في الشعيرة الدموية تنتهي بنزيف، إما نزيف تحت الجلد أو من مناخيري أو من أسناني، وعادة مبقاش نزيف قوي قوي. ليه؟ لأن هو الميكانيزم رقم واحد أنا فقدته.
وهو ان لما اتعور ما اعرفش اعمل كده. تقول لي طب انا ما اتعورتش، اقول لك طب ما هي ضعيفه ممكن تفرقع لوحدها. واللي بيشخصه الهستس اللي هو بجهاز الضغط. نمره 2 مهمه جدا جدا، خصوصا الزمن ده اللي جميع الناس قاعده تبلبع في اسبرين. كل الناس يقول لك انا باخد اسبرين احتياطي. وتلاقي شاب 23 سنه ولا عنده عيله فيها شريان تاجي ولا كوليسترول عالي ولا هو مدخن ولا عنده اي ريسك وقاعد يبلبع في اسبرين او واخد ماده شبه الاسبرين. يعني مش لازم اسبرين باسمه. اسبرين يعني في اسماء، في اسامي خلاص بقت دلوقتي. الاسبرين بقى حاجه مقدسه. هو دواء كويس جدا بنستخدمه، بس مش بدرجه ان انا وانا معدي في الشارع كده اخد اسبرين يعني. فده هنتكلم بقى. احنا قلنا الميكانيزم التاني ان الصفائح تلم نفسها وتيجي في الحته دي. طيب ما فيش صفائح، في امراض كثيره جدا تخلي الصفائح ناقصه. عندنا مجموعتين من الامراض. المجموعه الاولى ما نعرفش عن حاجه، اللي احنا نسميها ايديوباثيك، هي من عند ربنا كده. المجموعه الثانيه صفائح واطيه. انا عارف ليه، انا عارف ليه. فواطي عارف ليه؟ قد يكون النخاع العصب مش شغال. طب مش شغال ده على مستوى الصفائح بس وعلى المصنع كله؟ هو المصنع بيعمل ثلاث حاجات: صفائح دمويه وكرات دم بيضاء وكرات دم حمراء. بان سيتوبين. فلو النخاع العظم بايظ يبقى الثلاثه راحوا. يبقى لما يجي لي واحد بينزف واعمل له تحليل دم الاقي الصفائح واطيه ومعاها كرات الدم البيضاء واطيه ومعاها كرات الحمراء الدم واطيه، خلاص المصنع قافل يا رجاله. المصنع قفل. انما صفائح بس قد تكون. دواء بيبوظ لي الصفائح بس زي الاسبرين. او ان هذا الصفائح من عند ربنا كده، مرض ما نعرفوش، حتى اسمه ايديوباثيك اي تي بي، ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك. بتعمل في افلام كتير قوي. كتير قوي الافلام الاجنبيه بالذات اللي بتجيب كان في افلام الرعب بتبص ليه واحد قاعد وبينزف كده وطول الفيلم عمال يقتل لابس ماسك، وفي الاخر نكتشف ان هو القاتل لما ينزف. اللي هو القاتل الحائر او القاتل مش معروف. الاي تي بي دي بقى اللي هي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك، اللي هو واحد ما عندوش صفائح. لها نظريتين لا ثالث له. النظريه الاولى اما الطحال بياكل في الصفائح. شيلنا الطحال ده مزاج كده، زي واحد بيحب اللب قاعد الدنيا مليانه اكل وهو ماسك اللب يأزأز، فالطحال قاعد ياكل في الصفائح. اظن بديهيا يبقى العلاج الامثل نشيل الطحال. نشيل الطحال بس هشيله ازاي وبينزف؟ معضله. الحل النظريه الثانيه جميله جدا، يقول لك لا دي اجسام مضاده ضد الصفائح، يبقى العلاج كورتيزون. بس يبقى الطفل هي غالبا بنشوفها في اطفال يعني هياخد كورتيزون لحد ما الصفائح تطلع قوي، اروح شايله الطحال. بشتغل على النظريتين سوا. فالصفائح مهمه جدا. اذا لو واحد بينزف عملت له هستست طلع لا، نشوف الصفائح ايه قصه الصفائح، هل هي قليله ولا ايه؟ طب ولا ايه دي بقى نقف عندها. صفائح طبيعيه من ربع مليون لنص مليون في الملي المكعب، من 250 الف ل 500 الف، هنقول متوسط 350 الف. فواحد نزف قال له حل الدم، قال له لا ده انت صفائحك كويس. خلاص يبقى اطمئن. هو غلط، هي ال 350 الف موجودين بس مش شغالين. مش شغالين. يبقى ثرومبوسايتو اثينيا مش ثرومبوسايتوبينيا. هو ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص صفائح، انما قد تكون نورمال، وعشان كده لازم نعمل وظائف صفائح. ده اختبار مهم جدا. لمن جاله صفائح نورمال لكن انا شاكك اعمل له وظائف. الوظائف دي بتيجي في انبوبه نحط صفائح ونديها ماده نخليها تلم نفسها ثم تفركش نفسها بمادتين. حطيت الماده ما لمتش نفسها تبقى مش شغال. مش شغال زي بتوع الاسبرين بالظبط. يبقى حتى بتاع الاسبرين ان هو انا بحميه من التجلط فعلا بطريقتين، اما صفائح تلاقي قلت. في ناس واخده اسبرين صفائحها قلت 80,000 و70,000، واما طبيعيه بس مش شغاله. فمش عايزين نغلط الغلطه ان انا اما الاقيها طبيعيه اطمئن، لا يتعمل لها اختبار وظائف صفائح اجريجيشن وديس اجريجيشن. طيب الصفائح هنشوف العد الاحمر واطي، صفائح واطي يبقى المصنع مش شغال، يبقى نبتدي نفكر بقى
هنعمل ايه ده وايه السبب. لما اسال واحد سؤال سهل قوي كده اقول له طب العد الابيض عالي جدا والصفائح واطيه جدا والكرات الحمراء واطيه جدا، تقول لي مصنع بيعمل عربيات وموتوسيكلات وعجل. مصنع في الصين بيعمل عربيات طلع قرار رئيس جمهوريه الصين قال لهم انا عايز عجل بس. خلاص فهتلاقي كميه العجل في مصر كل على حساب مين؟ على حساب العربيات والموتوسيكلات. الموتوسيكلات ده اللي بيحصل في النخاع العظم. بالظبط. في سرطان الدم كرات الدم البيضاء بتزيد، ادي الموتوسيكلات ادي العجل. فبتنفي او تلغي اثنين في المصنع الكرات الحمراء والصفائح. يبقى ده عالي، يبقى مش شرط ان الثلاثه واطين، ممكن الكرات البيضاء تلاقيها عاليه جدا جدا في سرطانات الدم على حساب الصفائح الواطيه جدا وكرات الدم الحمراء الواطيه جدا، فده احد الامراض الخطيره جدا. تنورتنا وشرفتنا والدكتور يعني زي ما بيقولوا نور نور بجد بوجود حضرتك معنا، وهيبقى دايما في زي المناهج ماشيه متوازنه، يعني هيبقى هنعمل منهج للدكتور ومنهج للناس الحلوه عشان يبقى برضو هيبقى شيء رائع جدا انه الناس تستفيد من. انا ببقى سعيد جدا باي حاجه بلا مقابل. طبعا وانا احنا بنشكرك القاهره الناس كلها بتشكر. نعلم الناس، نعلم الناس شعب او شعبين او ثلاثه، والله دي حاجه كويسه جدا. والقاهره والناس كلها بتشكرك على لساني. لا لا مش شكرا. لا 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 بتبقى طعمها حلو. طبعا طبعا يعني حضرتك تدينا من وقتك بلا مقابل في كل حاجه، ده شيء رائع. احنا بنشكرك شكرا جزيلا وسعدنا بهذا اللقاء، وفي اللقاءات القادمه هناك الكثير من الاسئله، ويبدو ان مائده الدكتور تستثير الاسئله اكثر من مائده الناس. نورتنا حلو. الله يحفظك استاذنا استاذ الاساتذه القيمه العلميه الكبيره اسطوره أيقونة الطب في الوطن العربي أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام وافي، كان منيرا ومشرقا في واحدة من أصعب وأهم وأدق المواضيع، النزيف في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. التوائم أكثر عرضة للدرمويد سيست عن غيرهم، وإن الأم اللي ممكن يكون عندها درمويد سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويد سيست، أسر بالكامل عندها أورام ليفية بالكامل عندها أورام ليفية، أسر معظمة عندهم بطانة رحم مهاجرة، أسر عندهم فات بيحصل نتيجة أمراض وراثية. وكأنه الخلايا الجسدية أحيانا تتصرف بنظرية المستعمرات. لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بطانة رحم المهاجرة وقلنا إن هو ما بيجيش فقط بشكل آلام في ضوء ولكن مش دايماً بشكل واحد ونمطي، ده مستخبي في ألف وش ووش، ده مستخبي في ألف قناع وقناع. طبعاً اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز أستاذنا أستاذ دكتور سيد الأخرس، منور يا فندم وحمد الله على السلامة. الله سلامك دكتور سيد. هو الجايد لاين الخريطة إيه والمريضة جاية تعاني من بطانة رحم مهاجر؟ هنقول كذا شارع طبعاً، طبعا كذا شارع، وعايزين نرتب الافكار. وبجد لما قصدنا ان احنا هنتكلم من جديد كانك في الاول كان في ناس مش فاهمه يعني ايه كوره، فبتقعد تقول لهم ده الملعب المستطيل مساحته كذا وفي فريقين وده العدد اللعيبه وده بيلعب عشان يدخل جون في ده، ويعني ايه جون؟ يعني ده جون، ايه ده جون؟ لا ده جون، ده حارس المرمى واقف جون حارس مرمى، ده مش عارف ايه، لا الجون ما داخل الجون، لا ده اوف سايد. فتبدا تقعد تفهمه وتفهمه، لما يبدا يتفهم ويتستوعب المعلومه تماما وفهم يعني ايه كوره، بيقعد بقى يقول لك ايه يا سيدي دي كانت اوف سايد. لا مش اوف سايد، رغم ان هو ما كانش يعرف وانت معرفه او عارفها بشكل او باخر، دي الحياه ولازم تكون كده. فالاصل انك لما بتزود المعلومات والتوعيه الاول من لا شيء الى وجود اشياء الى لخبطه في الاشياء والمفاهيم والمعتقدات الى بعض التناحر الى بعض الرؤى الى بعض الاستقرار الى بعض تغيير الصوره او الايمان المطلق او والاختلاف في الرؤيه، ده متعه لان كل واحد ربنا مديله ملكات يقدر يشتغل بيها ويصل الى جزء من المعلومه غير الاخر. لو كلنا توحدنا في الرؤيه وفي القصد وفي السبيل وفي الحركه هنصل الى معنى واحد او مخرج واحد.
لكن لما كلنا نبقى مختلفين انت هتشوف الموضوع او الحقيقه من وجهه نظرك بس شايف حقيقه. يعني كاني بتنطرح مواجهه دلوقتي حقيقه ما نختلفش عليها، لكن نتكلم ازاي بقى نزود مفهوم الناس ونبدا نغير مفاهيمهم ونطمنهم، لانه عاوز يطمن، عاوز اطمن على بنتي. طب ما بنتي عندها بتنطرح مواجهه وممكن تكون اني ما عندهاش الام مبرحه زي غيرها، وبعدين كانت بتشكي ان بالجهاز انها يعني اكلها في مشكله، فراحت مشكل في الجهاز الهضمي، راحت الجهاز الهضمي اعملي سونار، لان الدنيا طبعا قد ايه بتبقى احيانا فيج وغامضه، فعاوز اعتمد بصديق فاروح اقول لها اطلبي سونار عشان يصور لي صوره، فابدا كاني الصديق اللي هو الخفي دكتور السونار اللي موجود في مكان اخر والاشعه هيصور البطن فيبدا يكتشف اكياس او ما يكتشفش. لو اكتشف اكياس فدي حقيقة دليل دامغ ان في مشكله ما هي سبب الالم، واحيانا ما يكتشفش اكياس. اكتشف اكياس دي بطانه رحم مهاجره ولا كيس دموي، الايكوجينيسي اللي موجوده والشكل الخارجي الموجود في الكيس يؤكد انها بطانه رحم مهاجره، لكن ما تيجي تعمل منظار وتيجي تطلع الكيس تلاقي انه كان كوربوس لاتيال سيست او هيموراجيك كوربوس لاتيال سيست او كيس دموي في بويضه اللي انفجرت والكيس الاصفر بقى فيه دم واتجمد وتحول كانه شكل بطانه رحم مهاجره، يبقى لازم اقرب شويه بشكل اصدق. اتسالت سؤال، هل بطانه رحم مهاجره والتعامل معها جراحي ولا دوائي؟ لو كانت حاجه غير مرئيه ومفيش اكياس والام فقط بناخد ادويه مسكنه، استجابنا الادويه المسكنه خلاص. ليه بنستجيب للادويه المسكنه؟ لان ادويه المسكنات كلها فيها انتي بروستاجلاندين، وبطانه الرحم المهاجره بتفرز الماده اسمها البروستاجلاندين، ماده بتساعد على الالتهابات والالام وبتساعد على انقباض الاوعيه الدمويه، فبالتالي احيانا لما جالها الدوره الم شديد واغماء وملقي بسبب وجود ماده البروستاجلاندين الموجوده. لما باخد مسكنات ايا كان نوعها ايه، بروفين ولا ايبوبروفين ولا اسبرين ولا ايا كان الاسماء، وتبدا تعادل ماده البروستاجلاندين فيحصل تحسن. طب لما باخد الدواء ما بيحصلش تحسن هيحصل ايه تاني؟ او لو عندي كيس فممكن اروح لحد يقول ايه هناخد اقراص مانع حمل او هناخد اي حاجه توقف نشاط الكيس، رجع الكيس اختفى ورجع تاني. طب ساعات الجر والفر لمرض التهابي يودينا المشكله تصل احيانا الى الدرجه الرابعه الاند ستيج اوف اندوميتريوزيس، الدرجه الرابعه وحوض مجمد لانسه عندها مثلا 16 17 سنة. تعال نشوف إيريني النهاردة وشكل الحوض المجمد بقى أخباره إزاي، وبطانة رحم المهاجرة توغلت إزاي للانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار في عدم اتخاذ قرار. والقرار رؤية، والقرار شخص إيجابي إن أنا لقيت حاجة عاوز أواجهها. تعال نشوف كده وحاربها. إيرين حال فيها بطانة رحم المهاجرة، نشوف مع بعض. وزي ما وطبعا ممكن حاله تيجي بشكوى للدكتور بطنه مثلا عندها قولون عصبي. طبعا طبعا دخلنا منظار الادي الرحم والمثانه والمبيض واضحه يا صادي. نمشي شويه نمشي شويه، انا عاوز اشوف لما الناس تمشي شويه هتشوف يعني ايه احنا بنحاول. لا مش بجري يعني ماشي، اقصد يعني المثانه والرحم والمبيض اليمين والمبيض الشمال والانابيب والرابطه الدائريه. بطانه رحم مهاجره بقت موجوده في كل حته لدرجه ان احنا دي كان عندها هنا اكسسوري فيمبريان نديو. بص لو نرجعنا الحته دي تاني وثبتناها اللي فاتت، بص يا دكتور ايمن نقف هنا، تخيل الحته الصغيره دي، عارف فواهه الانبوبه؟ عندها فوات انبوبه لوحدها ملهاش علاقه بالانبوبه طالعه في المكان ده. فهل احيانا الملاريان داكت لما يحصل فيها شويه مشاكل بشكل او باخر وتوزيع احيانا عشوائي في الجسم
ده دلاله على ان في وجود بطانه رحم مهاجره. هل النسيج ليه ده يدل على ان في حاجه تانية ممكن تكون بتتنقل بس احنا مش عارفينها؟ نمشي نمشي، ما ينفعش نعدي اي لقطه موجوده. بص موجود على الانبوبه ازاي، شوف العين السوداء اللي الانبوبه بالشمال، بص الرابطه الدائريه موجوده فيها بطانه رحم. ايه الرابطه الدائريه؟ الرابطه الرحم بيبقى مرتبط بفوق برابطه دائريه تنتهي لغايه بره لغايه اللابيا الراوند ليجمنت. الراوند ليجمنت، بص المنظر ده، بص ازاي ده نازله معانا، بص ازاي ده، بص ازاي ده، بص علاقتها بالمبيض، بص كل الجزء والدنيا كلها بقت ملتهبه ازاي. شوف بطانه رحم المهاجره جايه وتترسب على السيروزه بتاعت الزايده من بره وعلى المبيض من بره ودخلت في المبيض من جوه وعلى الحوض. بص داخله ازاي، بص بص العين السوداء اللي موجوده. احيانا البايلاتيرالتي او ان المبيض يبقى موجود او الكيس موجود، بص الكيس كبير ازاي، عنيف قوي، بص شوكليت ماتيريال نازله ازاي وقد ايه، ده من كتر التهاب ده حاله فيها كل حاجه، في اكياس شوكولاته، فيها بقر، فيها بطانه رحم مهاجره، بقر موجوده على الـ على الانابيب، التهاب، بص ضخم ازاي. شوف لما نسيب انسه عندها 16 17 سنه والكيس يكبر لدرجه ان يصل كل ده عمالين نشفط، احنا عمالين نشفط. وبالتاكيد شرحنا للناس قبل كده وقلنا لما بيطلع انفجار للكيس داخل الحوض مش هينشر بطانه رحم المهاجره، هو ده عباره عن دم مجلط ومتغير. بص البؤر اللي فوق، بص فوق الانبوبه، يعني ليه ده احيانا يفسر الالتهابات دي، تفسر ليه احيانا البنات لما تتجوز في اول شهر جواز ممكن تحصل لها حمل خارج الرحم. اتاري كان في التهابات من قبل كده موجوده. بص الرحم بالانابيب بالمبيضين لازقين كتله واحده من غير اي جراحه قبل كده، وده بمنظار. وازاي انك انت بتبدا تتعامل مع الـ مع الـ مع الـ 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 النسيج، بص عشان نقلل فرصه الرجوع مره تانية. دايما كنا لما بنيجي نتكلم مع قبل كده معاك ونكون نقول ايه البلين اوف كليفج، البلين اوف كليفج، كانك لازم تكون عارف جغرافيه المرض وتبدا تتعامل مع. بص لازم نطلع النسيج عشان هنبحثه، نقلل بس السرعه عشان الناس تبقى متفهمه. الرحم ده ظهر الرحم بيبقى حصل كيسنج اوفرز، لزقوا فيه ولزقوا ببعضهم وقفلوا الباوش اوف دوجلاس، التهابات متكرره. يعني هي جايه عشان التهابات مهبليه متكرره ومشاكل في البول، يعني مش لازم تكون مرتبط بالمرض بالالم، رغم ان المرض والامه كلما كانت درجه بطانه الرحم المهاجره متوغله او درجه رابعه مثلا ثالثه ورابعه، المفروض علميا كميه الالم ازيد ما تكون درجه الاولى او الثانيه. لكن احيانا لقينا الناس انها بالالم بتاعهم بيبقى قليل ودرجه رابعه بطانه رحم مهاجره، وكان ان المرض احيانا يروح يعمل مشاكل في الوصله العصبيه اللي بتنقل المرض وكانها بتلفته، او حصل البرين ثريشولد احتمال الالم اتغير بشكل او باخر، وبيعمل العكس في ناس تانية يخلي البرين ثريشولد منخفض جدا لدرجه ان الالم يبقى على بؤره صغيره صراخ هستيري ونزيف موجود وحرقان في البول ومشاكل. بص الفصل دي انسه، بعم كل شويه اكد انسه تستنى كل العمر اللي جاي ازاي، لدرجه ان الاكياس بقت موجوده كل الانواع وكل الدرجات وكل المراحل وكل الجروبز، يعني ايه كل الاشكال يعني اللي ظاهر واللي مش ظاهر، اللي موجود عامل اكياس واللي عامل بؤر واللي عامل حويصلات واللي عامل معاه بؤر وبدا يحصل فيه الالتصاق. الالتصاق لانه نسيج التهابي وبالتاكيد خلاص بيصير الفايبرين وبيصير وكل الانسجه تبدا تلزق في بعضها. هنبدا نتفاعل نتعامل مع المبيض وهنشيل الاكياس من على المبيض، واحنا معنيين بما يطلق عليه مخزون المبيض الاستراتيجي للانسه دي اللي هتكمل ازاي ولم تختبر خصوبتها قبل كده. ولان احنا مش بنتعامل مع الانسات لسه في حقل تجارب وعندنا رصيد رهيب جدا من نجاحات لانسات بداوا في سن مبكر واتجوزوا وحملوا وحمله طبيعي بالرغم ان كانت الحاله مزريه، حاله ما كانش حد يتخيل. بنعمل تقنيه طبعا الاوفيريان سسبنشن اللي احنا كنا بنقول قبل كده تعليق المبيضين عشان نقدر
نوضح الحوض اكتر واحنا شغالين، لازم يكون عندك جراحة ومهارات جراحية مستمرة، لازم تشتغل على نفسك كتير، لازم تحضر مؤتمرات كتير، ورش عمل كتير، عشان اكيد هيتغير مفهومك. ما تكونش فولورز ولا تابع. لما بتسأل على حد او منتور لحد او هو رؤيته سواء كانت كده، هتفضل طول عمرك بتتعامل مع بطانة الرحم المهاجرة. يعني انت مثلا بتكون بتشغل مناظير، انت اللي هتعمل الزوايد لانها جزء اصيل من عمليات بطانة الرحم المهاجرة الموجودة. يعني مش بالضرورة مستني الجراح يكون معاك او مستني الجراح يكون جهاز هضمي معاك، لان الزايدة بقت جزء اصيل من الحوض. لو ما عندكش المهارات الجراحية وبتشتغل عليها وبترتفع بيها وبترفعك، بالتأكيد هتفضل دون مستوى التحديات، وهتفضل تلعامل تقول ايه ده، انا دخلت لقيت الحوض مجمد، انا مرضيش اعمل العملية اللي كنت هأذيكي. امال انت كنت عاوز تتعامل مع مريضة اصلا ما عندهاش التصاقات ولا عندها مشاكل زي كده؟ امال حجم المشاكل لما يكون للانسه دي هتعمل ايه؟ طب دي لو مدام هتقول لها احملي، طب هي انسه هتقول لها هتعمل ايه؟ هتبدا تقول لها ايه كونزرفاتيف تريتمنت بقى، هتبدا تقول لها خدي ادويه تنشف التبويض، ادويه المسكنات، معلش تصبر شويه، من دكتور لدكتور، من سن لسن، لغايه لما يكبر سنها فتخش في عالم الزواج وتخش بمشاكل اكبر موجوده. ده شكل من الاشكال الكيس واحنا بنطلعه قد ايه. وانت بتتعامل لازم تكون عارف انك انت مش عاوز تخسر جزء من الكورتكس، من قشره المبيض الموجوده، الجزء اللي فيه البويضات. عشان كده هنقول كمان بعد ما بنشيل الاكياس احنا بنعمل الاي ام اتش، مخزون المبيض، اللي هو البايو ماركرز اللي بنعتمد عليه بقياس، بنعمله قبل العمليه وبنعمله بعد 3 شهور من العمليه وبنعمله بعد 6 شهور من العمليه وسنه من العمليه. وبنعمل الاف اس اتش والال اتش والاي 2 قبل العمليه وبعد العمليه مباشره وبعد العمليه 3 شهور 6 شهور وسنه. وجمعنا الداتا والاحصائيات اللي تؤكد لو احنا بنعتمد على ازاي ان المخزون رجع او قل او كده. كانت مفاجاه لما اتكلمت معاك من 3 سنين وقلنا ان في ناس مخزون المبيض مع ثبته الايد اللي بتشتغل، وكانت اكبر دراسه موجوده في سول، جامعه سول في كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه، على اكتر من 50,000 امراه تمت بطانه رحم مهاجره موجوده، ثبته الايد، ثبته التيم، ثبته الطريقه والام اتش، وقسموا الجروب الى 3 جروب. ناس الام اتش دخلوا خرجوا بيه زي ما هم، وناس قلت، وناس لقوا الام اتش بعد 6 شهور اتحسن. وفي مخزون مبيض بيزيد، قال لك الجزء اللي كان مصاب ببطانة الرحم المهاجرة بدا يرجع للشغل مره ثانيه. ده علم ومؤصل وغير مشكوك فيه، وهنفضل بالشكل ده بنتكلم على التوعية عشان نبدا نزيد الموضوع. واحنا بنتكلم البنت ممكن تنصح في حالة ما يكون عندها بطانة رحم مهاجرة انها تاخد حبوب منع الحمل. عايز افهم حاجتين، ايه فايدة ان بنت تاخد حبوب منع الحمل وعندها بطانة رحم مهاجرة؟ وبعدين النظرة المجتمعية، هل الاهل بيبقى عندهم يعني تقبل؟ اكيد هيبقى في توتر، هيبقى في قلق، وتبقى نصيبة لو البنت مثلا في حتة بيفتشوا الشنطة بتاعتها لا حبوب منع الحمل في الجامعة ولا في المدرسة. بالرغم ان انا عارف ان انت عارف الاجابة كويس جدا، وعارف ان انت بتديني السؤال عشان عاوز اشوف خبرات الناس المختلفة، دي حقيقة. اول حاجة زي ما كنا فكرة كل حاجة جاية بجديد بيبقى فيها صد ورد. كان في ناس كتيرة من البداية ما كان بتعمل الحقن مجهري كان مش عاوز، يعني عنده ارتباك، بتقنعه بالحقن المجهري اسأل الدكتور أبو الغار، أستاذنا طبعا، أستاذنا طبعا. اسأل الدكتور جمال أبو السرور، اسأل الدكتور محمد يحيى، اسأل الدكتور اللي بدأوا يوعوا الناس ورواد بطانة رحم المهاجرة في مصر، سوري الحقن المجهري. الحقن المجهري كان هيقول لك ان هو كانت الأول ازاي الناس دي بتواجه مشاكل عشان تقنع راجل ان يقدر يوافق يعمل حقن مجهري. ما بين الحلال والحرام ويسأل دار الافتاء او الكنيسة. عدينا المرحلة دي بين الحلال والحلال والحرام. عدم القناعة ازاي الجنين ده
يعني ما جاش بالعلاقه المباشره، مش عارف اقتنع انه ابني ده 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 كيمياء، ده معمول في معمل. لغايه لما الوعي زاد، ايه ده، هو الجنين اللي اتحط في الرحم ممكن يثبت؟ يعني لو قمت وبتاع مش ممكن يقع مني، لان ده مش جاي تلقائي وطبيعي ومسك في الرحم. بنغير الوعي وبنزود، وبدات الناس تفهم لدرجه بقى في ربوع الصعيد وفي الاقاليم الحقن المجاري موجود ومعروف، التلقيح الصناعي معروف ويعرفوا الفرق ما بين دلوقتي اطفال الانابيب والحقن المجاري عارفين. يعني المعلومه الاول عايزه وقت وعايزه تاصيل، وناس كانت تحرج ان يقول لك مراتي حملت من حقن مجاري، حاسس ان عار. دلوقتي بيقول وبيطلع في شاشه التلفزيون ويعبر عن فرحته ويقول 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 ويقول. الرواد الاولانيين خد وقت كتير جدا عشان تتاصل المعلومه. كذلك لما بتيجي تتكلم زي موقف زي كده، لما اتكلمنا على بطانه الرحم المهاجره ومشاكلها، لما تيجي الانسه، احيانا البدائل انك انت تعمل عمليه لممكن كيس صغير ما دون المستوى ال 2 سم ونص. والقشر، المنظمه الاوروبيه لعلوم التكاثر والاجنه كانت حطت جايد لاينز وقالت لك ان الكيس لما يزيد عن 4 سم لابد من التعامل معه جراحيا ويستأصل. بالتاكيد هيخلق مشاكل، ولو كان ده ايه بتدور على خصوبه، لكن لو بتدور على الام ما دون ذلك تتعامل معاه، لو ما فيش كيس وفي الم فقط تعمل بالمنزعه. لما تيجي تقول البدائل اللي هتاخد او ممكن تكمله المناظير، ان هيبقى فيه حاجه توقف وتقلل التبويض. فاقراص منع الحمل، اقراص تعتمد على الايه؟ احيانا البروجسترون، اولي بروجسترون، بتعتمد على الهرمون اللي بيعادل الاستروجين. او لودوز استروجين والبروجسترون هو اللي هيعادل الاستروجين الموجود. الاستروجين هو الهرمون اللي بيزود بطانه الرحم المهاجر. فبتدي حاجه زي كده عشان تقلل الكيس. في ناس واجهناهم كتير في البدايه يقول لك ايه، انا بنتي ده تموت احسن من الالم ولا ان يبقى معاها اقراص منع حمل. شايف انه عار، لانه كلمه ايه؟ اقراص منع حمل. فازاي انسه تاخد اقراص منع حمل؟ دي كانت كارثه ومصيبه. والى الان وانا بكلمك عشان انا بستغل دايما الشاشه، لانها توصل لكل البيوت وكل المجتمعات وتبقى وصلت. يا جماعه هو زي ما بتاخد الاسبرين لاسباب مختلفه، بتاخد الاقراص الهرمونيه دي اللي ممكن لو شركه بتسمعنا حقيقيه ممكن تطلع ده بدون اسم حتى انه اقراص منع حمل. يعني يعني تعمل الهرمون، مكون الهرمون نفسه تحط عليه او تحط عليه ان هو اسم ويبقى ويستخدم للانسات. للانسات بزياده الوعي، لانك انت لازم هنا كنت بنتكلم بقى على هنا دور الكالتشر والثقافه والوعي المجتمعي لمرض وكمان علاجه. وبالتالي لا، كنا بنرفض الحقن المجهري وبنرفض نعترف بيه وبنرفض ومشاكل، ويفضل بزغرته لمراته ولدته فرحان وهو قاعد حزين انها ما جاش من صلبه بالشكل العلاقه. ودلوقتي خلاص العدة ده الجيل ده بجد كان بيحصل. طبعا طبعا يعني، والى الان بشكل ملحوظ الناس اللي طبعا بدأوا القصه طبعا. بعد كده بتعدي المرحله دي، بتعدي مراحل زي ما بقول لك بقى الايه، الاقراص منع الحمل وتفسير المريضه زي بالظبط كده ما يكون غشاء البكاره مسدود وفي عيب خلقي، وتقول له مثلا ايه غشاء البكاره عشان ينزل الدم يتفتح، يقول لك لا دي تموت احسن. انا يعني ايه غشاء البكاره يتفتح؟ ما هو ما اتفتحش جنسيا، ده اتفتح طبيا بشكل ممنهج بشكل الحل مشكله. فدي برضو تأصيل الامور، لازم نوصل البيوت فيها ايه، عاوزين يسمعوا ايه. مش انا طالع عشان اتكلم في موضوع مختلف او جديد او براق، لا، عشان الوعي يزيد انها البنت مش ملبوسه، ده عندها بطانه رحم معاك. المشكله بقى اللي هنا المهمه قوي، اتعملت دراسات على الريكارنس، على ان المرض بيرجع، ودي مهمه جدا بقى للاطباء، جدا 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 جدا. لما تخش عندك مثلا مبيض عليه 3 اكياس، مبيض كيس حجمه 5 سم وكيس حجمه 3 سم وكيس حجمه 2 سم وخدت اقراص منع الحمل او اقراص الهرمونيه دي، هتبدا تقلل الاستروجين. فالكيس اللي 5 سم بقى 3 والثلاثة بقى 1 والاثنين اختفى. بس البنت بتتألم، أو
السيدة أو المدام دي بتتألم، فدخلت تعمل منظار أو جراحة تقليدية اللي أنا ضدها، أنا ضدها وهشرح جراحة تقليدية لا جراحة إن أنا أفتح بطانة رحم مهاجرة أفتح بمرشط وهأكد ليه دلوقتي. دخلنا ولقينا الكيس، شلنا الكيس اللي كانت موجود، والكيس الصغير لقيته انه ممكن ما اشيلش، لمسته مثلا كويته او حاجه او كنت اقدر اشيله وخرجت. تعرف ان الحاله دي عندها ريكارنس ريت عالي، ان نسبه ارتداد وظهور المرض من جديد مره اخرى عالي. ليه بقى؟ لان انا خدعت نفسي كجراح لو انا اللي كنت بدي الدواء ده، ان حصل فلاتنينج، الكيس الصغير اختفى بس ما اضمحل ولكن ما انتهاش، ما ماتش الخلايا اللي جواه، فضلت نايمه، بقت الاطار بتاع العربيه فاضي، فاضي الكيس تماما. وبعد لما فتره هترجع تاني الدوره ويفضل الاستروجين يرجع مره تانيه، يحصل ريفيلنج، يتملي من جديد. فارجع اقول ايه ده، ده الكيس رجع او المرض شرس. لا، لما بتتعمل الدراسات لازم اعرف الدراسه في الريكارنس او ارتداد المرض ما تكونش واخده هرمونات قبل قبل الجراحه ابدا. هتبدا ده مرض جراحي يبدا جراحي، او إن لو كنت هتوقف الدوره لفتره وقف الادويه لفتره، تاخد مسكنات او غيره بقى لغايه لما يبدا يرجع الشكل الحقيقي للاكياس عشان نخش نقضي على المرض. لان المرض لما تقضي عليه واكسجين بكامل هي فرصة التحسن. والمرض لما بيرجع بيرجع على ثلاث مراحل أو ثلاث مستويات، هو ألم أو كيس باين أو تأخر الحمل، عملت العملية وما تحسنش الحمل، فنقول يبقى في ريكارنس. يبقى الريكارنس دي الأسباب اللي بنقولها واللي هنتعامل معها بعد كده، إزاي نعود منظار بعد منظار أو منظار بعد جراحة تقليدية. تعال نشوف الكيس ازاي يتشال لأنسة. عندنا مثلا أنسة أشجان 24 سنة، كان أقول لها شيل المبيض وشيل الرحم، معلش. وفي دول إلى الآن بتتعامل مع بطانة الرحم المهاجرة إن المرض ده بيجي من الرحم، وبالتالي لو شلنا الرحم البطانة هتبدأ تقل. تعال نشوفها. تعال نشوف مع بعض. وخصوصا لا من عارف عندك ده أشجان بقى، يعني آنسة وعندها 24 سنة وعندها آلام في البطن والحوض. بص بعد إذنك، هنا بنعمل تقنية بشكل معين. بص الكورتكس القشرة اللي بره دي مش عاوزين أبدا نهنها. إزاي؟ بص تبدأ تفتح فتح، شوف بالتدريج. بص الحنية. الكيس، أنا هطلع لك الكيس بالكامل. ده كل ده كيس اللي جوه؟ الكيس جوه والكورتكس اللي بره. بص ده المبيض اللي بره. بص طرف المقص، ده بحنيه شديده. بص طرف المقص هتبدا يعني عارف ايه، بجد لازم يكون، انا شايف ان المقص عامل زي الفرشه، فرشه الرسام. لازم تكون قد ايه عاوز تعمل بيها لوحه. شوف خلاص شوف ممكن على فكره ناخد بالنا من انه ما بيمزعش. انت بتعمل ليه شارب ديسم. بص اهو هيبدا الكيس من تحت. شوف انت قد ايه قدرت تسلك كل الجزء ده، وهتبدا توصل انك انت تجيب الكيس من العمق بتاعه وانت شايفه تحت عينيك من غير استخدام اي طاقه مفرطه كهربائيه تاثر على مخزون المبيض فيما بعد، او تعمل سيل ديس وتموت الخلايا اللي موجوده. وازاي انك انت هتقدر تشوف الفولس كبسول اللي موجوده ما بين المبيض وما بين، بص الكيس ده كان كيس تاني تحت. خلي بالك ادي كيس وكيس تاني، عشان كده المالتي سيستك ده كيس شوكولاتة. لما بيكون اكتر من كيس بيبقى فيه فرصه للرجوع مره تانية. لو جرينا بس بالكيس بالسرعه شويه. بص يا دكتور ايمن، انا كنت عاوز اوصل للناس كلها، ادي الفصل. بص انت كل ما بتفصل هيبان لك اذا كان كيس او اتنين. هنطلع الكيس بالكامل. بص شاف بقره تانية. شوف قد ايه الالم اللي موجود لأنسة، كان عندها 24 سنه. طبعا بنحاول نشفط كل الكونتنت والكيس بيطلع عن بكره ابيه عشان ونحافظ على المبيض. لان دايما مع امهر الايدين اللي شغاله لازم ما بتعتمدش على تاريخك وانت شغال. كل حاله بحاله.
كل حالة مخرج خاص بيها عشان تفضل العملية مستمرة. ادي الكيس بيخرج المبيضين. دايما اسال سؤال، هو احنا ما بنخيطش المبيض؟ حلو جدا. حلو الاسئله دي بقى. ما نقول بقى ايه الاول، بص الكيس بنفتحه ازاي. ادي هو الكيس، ادي كامل اهو بعد ما فرغنا محتويات واحنا جوه اهو وشفطنا محتويات، شاف الكيس بالكامل. وهنبدا نطلعه بطريقه معينه. الكيس ده ممكن لما شلناه البيك اوف اللي هو النزع السلخ، زي ما بتكون بتسلخ قرنة مثلا، او انك انت تقدر تعمل ابليجن كي للكيس ده جوه. الفرق ما بين الاثنين، الكي من جوه هيموت الكيس وهيقلل الالم خلاص كده، بس نسبه الرجوع معاه اكتر ان يرجع مره تاني. لان احيانا لما بتاكل لغايه الاخر وبشكل بطاقه معينه ممكن يحصل ريجينيريشن او اعاده تكوين تاني الخلايا المنتجه للبطانه اللي ما كانت محبوسه في المبيض، ويبدا يحصل ريفيلنج تاني ويتكون مره تاني. لكن نسبه الحمل لو بنتكلم مش لانسه بقى، مع نزع الكيس او كيو بس بشكل معين ببروب معين او بليزر او بلازما جيت، كل دي مسميات علميه لتقنيات مختلفه مش كل الناس معاها الالات دي. معظم الناس بتعمل حاجه اسمها مونو بولر، وبالتالي بجد بيأثر على المبيض ومخزونه وبيحرقه. والمونو بولر اللي هو الكي الاحاد القطبي بالظبط كده، زي ما يكون الكوبايه دي انا شايلها بصبعين، لا الكوبايه دي انا بشيلها كده واتنين ثلاثه جايين يشيلوا معايا الكوبايه دي. فالطاقه الكهربائيه الرهيبه اللي بتطلع مع المونو بولر نستخدمه في الكات، في القطع مش في الكي. في الكي لانه بيعمل بروباجيشن للهيت، بيحرق فيحرق المبيض او البقره اللي موجوده فيه. عشان كده حتى لما بنيجي نعمل كي او بيسموه الكي الكهربائي لتكيسات المبيضين لبعض الحالات اللي فيها ريزيستنت تو اوفري سندروم، وبالتاكيد مهما بتدي الادويه الدوره ما بتنزلش، احيانا بتعمل الكي وفق برضو قواعد علميه مقصوله اتعمل دلوقتي باي بولر بروب، وزي كميه الطاقه اللي طالعه قد ايه ومحتاجها ازاي، وبالتالي لازم تكون متفهم للاله اللي بتعمل بتشتغل بيها، التكنولوجي والتقنيه التكتيك كمان، يعني هتمشي ازاي بخطوات معينه وانت فاهم ان النسيج ده ماسكه ازاي وبشد التراكشن واند تراكشن ازاي، عشان ما يعني ايه مسكتك بالاله على سطح المبيض ممكن تعمل انت سكارنج، يعني تعمل ايه تأثر على المبيض، فلما يجي يلتهم يلتهم بايه بالنسيج ليفي فيأثر على المخزون اللي كان موجود فيه. سألت سؤال، المبيض اللي اتساب كان واتفتح كده سبته وخلاص سبته واحد هيرجع يلم تاني مع بعضه لوحده. يعني لما بنعمل سكند لوك وعملنا حالات ودراسات سكند لوك، ممكن نخش لحاله وعندي حاله جميله جدا اوريها لك فيها ابداع وفيها علم جديد للناس اللي عندهم، وده للاطباء اكتر بقى اللي عندهم غرغرينه في المبيض، ما بنستأصلش المبيض غرغرينه، يعني المبيض شفناه توستد وقفل عن نفسه واسود، بنقدر نرجعه لوظيفته مره تانية. اتعملت الدراسات طالما دخلنا في الوقت المناسب، ولو دخلنا متاخرين كنا اول ما بنلاقي بلاكش اوفري بنشيله، دلوقتي لا بلاكش اوفري بنعمل ديت سويست ونعمل سكند لوك بعد 24 ساعه وسكند لوك بعد اسبوعين وبعد شهر. هنجيب لك الحالات اللي اتجمعت. المبيض نسيج اللي هو تصرف خاص كده رجع تاني، لدرجه ان كان في حد من اطباء الذكوره واقف وشال الدراسه قال ايه ده، انا عاوز افهم ده عشان الميكانيزم عندي للتورشن تيستس لازم نشيلها. حصل لها غرغرينه وورمت وخلاص. فنقدر نقول له المبيض بقى بنعمل دي تويست، وازاي تعمل بلايكيشن، وازاي تكشكش الاوفريان ليجمنت عشان من غير ما تاثر على الدوره الدمويه، وبالتالي يرجع المبيض مره ثانيه يشتغل وما يلفش حوالين نفسه لان البيديكل قصر. كل ده هنشوفه بالوقت. لكن المبيض يا يرجع، لما تيجي بقى المبيض ده احيانا ينزف، عملنا دراسه
على ايه النوع اللي ممكن نستخدمه في النزيف يقل من المبيض من غير ما ياثر على الاوفيريان ريزيرف على مخزون المبيض. لان مخزون المبيض عاوزين نتكلم معاه يا ايمن بشكل مختلف تماما. اتكلمنا قبل كده على مخزون المبيض بس عاوزين نتكلم بشكل تاني. ايه الانترال فوليكل والاف اس اتش والال اتش وبيزيدوا وبيقلوا ومخزون المبيض ما بيقل ولما بيقل وممكن بجد المخزون المبيض لما يقل ممكن الدوره تكون قربت انها تقطع. يعني احنا ممكن ناذي انسه او ناذي سيده لو شلنا جزء كبير جدا من المبيض بمخزونه قربناها لانقطاع الدوره وهي سنها صغير في العشرينات او في الثلاثينات. او انها ممكن تكون فرصه الحمل بتاعتها قلت بسبب التدخل الجائر عن المبيض او استخدام المفرط للطاقه الكهربائيه الموجوده. الماده اللي بتستخدم سواء كانت حاجات بتقلل الدم وده اسماء مختلفه كتيره او انك تعمل سوتشرنج تخيط او انك تعمل كي وتعمل الكومباريزون بالدراسات الثلاثه وبي دواء معين مش عايز اقول اسمه العلمي يعني او الاسم العلمي اسمه انكافارد. المهم بيتحط يوقف الدم دون ان يجور على المبيض وبالتالي ما يحصلش تليف والخيط ممكن يعمل تليف فيقلع على المخزون المبيض. وبالتالي لازم تكون عارف التقنيه عارف الخطوات عارف القصد والسبيل الموجود ولكن لازم يكون عندك مهاره فصل للي هنشوفه دلوقتي. عايزين فصل الالتصاق واحنا برضو بنشوف الـ الاكياس يعني اصل الاكياس دي اشكال والوان وبعدين الكيس المبيض ده واضح انه النسيج له خصوصيه له بيهيفير مختلف عن تعال نشوف لان دايما الناس تقول لك انا اعمل بطانه رحم المجرى ليه طالما رجع تاني. يا جماعه نسبه بطانه رحم المجرى رجعها مرجوعها على على اتفاق شبه جمعي من 20-40% في الخمس سنين الاولى. يعني مش بترجع كلها مش بترجع للناس كلها مش بترجع في سن بسرعه. لو رجعت بسن بسرعه في وقت مبكر في مشكله كانت موجوده ما تشخصتش بجد اتخذت هرمونات من الاول ما تشالش كل المرض مره واحده. ده لازم نفهمه. هنا نقول اتعملت بطانه رحم مهاجر هل ممكن ترجع بعد منظار؟ تعال نشوف رجوع بطانه رحم مهاجر بعد منظار. كان هنا بقى سؤال لو رجعت بعد منظار لو الالم هنعمل منظار تاني. لو كانت بتتكلم على تاخر انجاب لان مهم قوي السبب ايه للمنظار الم ولا تاخر انجاب. لو الم هنعمل منظار مره تاني بس بشكل مختلف وبشكل واعي جدا واحنا عارفين ان في ريكارنس لان نسبه التردد لما بتزيد لازم تعرف ان المريض ده عنده استعداد لان يبقى عنده المرض مزمن فلازم تتعامل معاه بشكل واعي وتعمل حاجه اسمها كلوز اب. عارف معجون السنان كلوز اب بتقرب قرب اكتر لما بتقرب اكتر من الانسجه بترى ما كنت تنكره انت. يعني كل ما العدسه بتقرب لغايه سنتي ونص قرب البريتون او قرب النسيج بتشوف عالم انت كنت وانت شايف بالمنظار والعدسه بعيده هو موجود بتنكره لو قربت منه بتلاقي عالم تاني. وده اللي هيحصل ان شاء الله يا ايمن في الحلقه الجايه بشكل رهيب جدا لما بنقرب بنلاقي تفاصيل ولاقي اسباب لعالم بطانه الرحم المهاجره الخفي العميق اللي احنا كنا مش عارفين هو بيحصل ازاي وازاي بالمنظار نقدر كمان نشوف هو المرض بيعرف ازاي يوصل للاماكن والدهاليز المختلفه ويبقى يوصل للعمق وهو كان سطحي. هل هو بطانه رحم المجرى العميقه فاكر ما قلنا مره هي بورن تو بي ديب هو اتولدت من البدايه واتنشات انها تبقى عميقه من البدايه ولا هي كانت سوبرفيشال كانت سطحيه ودخلت في العمق. هل بتقدر توسع لنفسها كراكس وتعمل شروخ في البريتون وتخش من خلاله؟ هنأكد ده بدليل دامغ بس تعالى نشوف حالة نشوة. رجعت بعد المنظار نشوة ليها قصة انها عملت اوريدي منظار ورجعت الحالة تاني بعد رجعت حالة تاني رجعت الاعراض تشتكي مرة اخرى هو يبقى دايما السؤال لماذا ما هي اثار خلف عودة الحالة مرة اخرى.
تعالوا نشوف بس الحاله الاول. هي اول عندها متزوجه وعندها من 12 سنه، عندها طفله، نرجع عندها الم شديد. نرجع بس عشان نحكي القصه الاول. انتوا دخلتوا على طول على الفيديو ليه؟ خلينا واحنا شغالين نحكيها، مفيش مشكله. أوكي. كملوا يا شباب، كملوا. طب والام اثناء الجماع وكيس دموي ضخم، ايه الكيس الدموي هنا كام؟ هنا في بطانه رحم مهاجره تاني. الكيس الشوكليت اللي احنا اتعرفنا عليه والناس بقت عارفاه، بس هنا بقى ايه؟ وكيس دموي وصل ايه 10 سنتي في 6 سنتي، وعامله قيصريه سابقه، عامله منظار بطن سابق في 2012 لفك التصاقات والتهابات في الحوض واستئصال بطانه رحم مهاجره، ورجع تاني. الكيس الدموي هنا في حجم الشمامه الكبيره. رجع تاني. هل رجع تاني عشان ان المرض لازم يرجع، ولا رجع التاني عشان كان في مشاكل في الجراحه او في رج جراحه ما كانتش مكتمله الاركان، ما كانتش بجد الدكتور بيطلع كل المرض، ولا رجع التاني بسبب الالتصاقات اللي كانت موجوده، ولا رجع التاني لان احنا سيبنا واحنا بنشتغل احيانا بالالات فممكن تنقل المرض من حته لحته تانيه. يعني لازم تكون كل ده مستوعب الحدوته بالكامل. بص دخلنا شوف الالتصاقات. طب ما معنى كده ايه؟ ان بطانه رحم مهاجره اهي اللي كنا بنسال بقى، هو كل منظار نسبه الرجوع تبقى 0%؟ لا طبعا. يعني كل جراحه لازم تكون بطانه رحم مهاجره راجعه 100%؟ لا طبعا. ولكن ايه اللي ممكن يكون يحصل بالمنظار؟ هل نزفت وهي اثناء بتعمل المنظار؟ هل الكيس اتفتح وما تلمش؟ هل حصل التهاب صديدي وحصل بعد كده؟ شوف قد ايه عاوز توصل. بص لفك الالتصاقات وفك شفرة الالتصاقات والكود بتاع الالتصاقات عشان تعرف توصل بجد للهدف. لو مش عارف تفصل ده هتوصل للكيس ازاي؟ هتشفطه عن طريق المنظار سونار مهبلي وتتخلص من الكيس، هيرجع مرة تانية كأنك فضيت اي حاجة هترجع تاني ويرجع مرة تانية. لكن لازم تتخرج من الكيس. واحنا اتفقنا الكيس بيخرج عن طريق ثلاث حاجات، يا اما انك انت بتشفطه وده طريقة ممنوع انها تتعمل، يا اما انك انت بتستأصله بتنزعه، يا اما بتكويه. واحنا اتفقنا ان النزع هو احسن الطرق للتخلص من الكيس عن بكرة ابيه ونسبة الرجوع تقل. ولكن اتفقنا ان هو بيقلل مخزون المبيض لبعض الناس ولبعض الاطباء مش كل الناس. بص بص هنبدأ نفك الالتصاقات. نفك الالتصاقات بدأ يظهر ايه هنا؟ بص بقى المنظر هنا. بص لما نسيب النسيج لمده طويله ده مبيض على فكره. ده مبيض. شوف متضخم ازاي، كبير جدا يعني. شوف مبيض في مبيض وبقى كبر قوي لدرجه انا شايف دكتور عمل بيوسع لي كتف الشمال. انا شايف بص مبيض بقى هيوج. بص لازم تتعامل. بص احيانا بتستخدم جنب المقص بتستخدمه كانه مشرط عشان تطلع البريتون تفك الاومنتم اللي كان. بص الكيس عشان تفجر. يبدا بقى الكيس. بص يا جماعه بص هنا الالام. حد يتخيل الالام اللي بتعيش فيها المراه دي؟ حد يتخيل ان لما حد بيخش التاريخ الجراحي للمريضه ويشوف انها مفتوحه قبل كده او عامله منظار قبل كده او مفتوحه مرتين قبل كده او تحويل مسار، وبعد كده يبدا ايده ترتعش ان هو يتعامل معاها او يقلق او هنا مش هينفع. لكن انك انت مستواك يبدا يزيد، هتشتغل هتشتغل هتشتغل، لان البراكتس مينز اكسلنس. كل ما بتشتغل كتير كل ما بيزود عندك المهارات اكتر، كل ما بيخلي عندك جرأه في التعامل مع الحالات المختلفه، كل ما بيبقى عندك مخرج مختلف لحالات كتيره. كل التصاق ليه شكل معين، بيبقى القولون تحت ايدك وانت عارف تتعامل ازاي مع القولون، ليه اله معينه انك انت تمسك بيها القولون دون انك تهيله او يبدا يحصل فيه انسلت وبعد كده ممكن تلاقي بعد كده حصل بيرفوريشن او مشكله ازاي انك تبدا. بص انا بتحاول ان بص الموضوع وصل قد ايه يا جماعه. الادهيجن التصاق. بص الكيس وهو القولون بقى نايم عليه وانت بتفصل ما بين الميزو كولون او الدهون وفي فلويد تحت. بص هو ده. بص تحوله الى الباوش اوف دوجلاس، اتحول الى ايه؟ كيس ضخم رهيب. واحنا جدا جوه الكيس. انا شوف يا جماعه الضخامه. بص 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 القولون. بص الضخامه. بص المشكله. وبعد كده هتبدا تتعامل ازاي تطلع الجسم الابيض اللي جوه في الكيس ده وازاي انك انت. بص بقى هنا
تفك الالتصاقات اللي بين دوغلاس باوتش وبين الرحم. بدا يعني من كتر الناس ما بدات تتفرج على العمليات وعلى الشرح اللي بنتكلم بيه ده، بدات يبقى عندهم يعني وعي جديد قوي، لدرجه ان في ناس تقول لك انا بدات اشوف شفت الفيديو او شفت السدهايه دي عرفت نقى ان المنظار ده كان تشخيصي مش ما علاجي. كانش جراحي، ما كانش علاجي، ما فيش مشار دخلت. بدأ يفهموا يعني ايه ان الكيس بيطلع وشكل الكيس بيطلع ازاي، بدأ يفهموا يعني ايه اوفيريان سسبنشن وان المبيض يتعلق تعليق ودور الاوفيريان سسبنشن في الريكارنس للالتصاقات يقل ونسبة الحمل اللي تبقى موجودة، وبدأوا يعرفوا ويؤمنوا ان نسبة الحمل الموجودة سبونتينيس. يا دكتور ايمن ركز في دي، نسبة الحمل اللي بتحصل تلقائي بعد منظار معمول صح تصل الى 70%، يعني اكتر من نسبة الحمل الطبيعي ونسبة حتى الحقن المجهري، وده مش مقارنة ما بين الحقن المجهري وبطنة الرحم المهاجرة، ده ريزلت، ده علم وده علم، ولكن المريض اللي تستخدم يعني جود سيليكشن از ا جود ريزلت، بتستخدم كل التقنية الصح وتختار مريض صح وتختار ادوات صح وطريقة صح هتوصل الى حل. انا بص من عمق الحالة، بص بقى المبيض اهو، بص كان نايم الكيس اهو، هو اللي عمل السودو سيست، كأن الكيس لما كبر وده بقى المبيض جواه والكيس جواه عمل هو، بص الكيس قد ايه. نعدي على حالة تانية، نرجعين نشوف بقى حالة يعني تانية، يعني دي هنكمل الحالة يعني لو اللي عاوز يخش بقى على السوشيال ميديا او الفيس او حتى اليوتيوب يقدر يشوف الحالات دي بتكملتها، لكن انا النهارده مش عاوز احرق الحلقه في حلقه او اتنين او ثلاثه، عاوزين نتكلم على حالات. طب دي بعد منظار، يعني ممكن بعد المنظار ترجع بطانه الرحم المهاجره تاني مره تانية. عشان كده بطانه الرحم المهاجره والتعامل مع طبيب ومريض، عمر ما علاقه الطبيب والمريض انتهت بانه عمل العمليه وخرجت المريضه من عنده. ده ممكن بعد ولاده، ولدت وخرجت خلاص هتروح لدكتور الاطفال وتكمل مع دكتور الاطفال، عندها كسر في العظم وعملت جراحه وركبت مشاريحها ومسامير او عملت التئم الجرح مع دكتور العظم فتره وبعد كده خلاص، الا لو كان في تاهيل مهني او تاهيل ايه اسمه طبي قصدي مهني، دي قصه تانية خالص عجبتك طبي في حاجه على الورا فتأهيل الطبي، لكن بطانة الرحم المهاجره هي علاقه وثيقه، هي علاقه لان المرض ممكن يرجع بعد 30 شهر الى 5 سنين زي ما اتفقنا، فلازم المريض يفهم والطبيب يفهم والعلاقه تفضل مستمره ومستقره، ولازم اصدق المريض اللي جالي في الاول وقال لي اي فصدقته وقلت له ليك عمليه، لما رجع لي تاني وانا اللي عامل العمليه وبيقول لي يقول له لا معلش ده ما عندكش حاجه، لا ليه؟ عشان كده كانت السكند لوك او السيرد لوك بقى مهم قوي، ان احنا نقدر نعمل يعني نظره تانية، يعني سكند لوك او سيرد لوك مره تانية. اسعدت بجد بهذا الحوار اللي مهم قوي، في كلمه من الجلد للجلد يعني نعرف كل حاجه، لانه هذه الحاله المرضيه وغيرها من الحالات المرضيه ينبغي ان يفهم فيها كل حاجه. دايما ضيف العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس كان منورنا النهارده، وزي ما الدكتور سيد قال يلا اقول له دايما خليكم مع الدكتور.